السلام عليكم. هنبتدي ان شاء الله دلوقتي. طبعا في البداية بحب اشكر زمايلنا المنظمين للمؤتمر في قسم علاج الاورام في عين شمس، الدكتورة نيفين جادو والدكتورة دينا سالم والدكتورة طبعا رئيس القسم الدكتورة ايمان شعراوي. بشكرهم كلهم على ان هم اتاحوا لنا الفرصة ان احنا نعمل الورك شوب ديت. وطبعا بشكر الاساتذه الكرام اللي شرفونا النهارده، الاستاذ الدكتور محمد صابر والاستاذ الدكتور خالد شحات التشير بيرسونز بتوع الجلسه النهارده ان شاء الله. وطبعا هم يعني ضحوا بجزء كبير من وقتهم عشان يبقوا ويانا يعني، فبشكرهم على كده وان شاء الله نستفيد من وجودهم واي كومنت هيقولوه اثناء البرزنتيشن. طبعا قبل ما ابتدي بس عايز انبهكم لحاجه، احنا مش في محاضره، احنا في ورك شوب. يعني يا ريت لو كل واحد يبقى جاهز بانه معاه ورقه وقلم واي كالكوليتور حتى ان شاء الله بتاع الموبايل يعني، لان احنا هنقعد نحسب بايدينا واحنا هنمر عليكم واحنا شغالين وانتوا بتحسبوا يعني. هنمر عليكم نراجع وياكم اي واحد عنده مشكله في حسابات المسائل اللي هنشوفها دلوقتي، لان ديت هتبقى ورك شوب كلها هاندز اون. وطبعا بشكر الدكتوره سميه لان هي شاركتني في اعداد كل السلايدز اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، وبرده هتساعدني ان شاء الله في ان هي هتبقى معاكم اثناء حل الاكزامبلز اللي هنتكلم عنها. وهي هتبتدي دلوقتي طبعا معاكم، برضو هتقول لكم شويه باك جراوند كده بسيطه. احنا مش هنخوض كتير على يعني، معلش احنا برضو في نقطه مهمه عايز اقولها. احنا كنا عايزين الورك شوب دي الحقيقه تكون اطول من كده عشان نقدر ندي الثيوريتيكال باك جراوند الاول بتاع الموضوع، وبعد كده نخش نبتدي في البراكتيكال. وكنا طالبين حوالي 6 ساعات، للأسف الشديد وقت المؤتمر ما ساعش الكلام ده. فالأول ادولنا 4 وبعدين نقصوها لـ3 وفصلنا معاهم زودناها تاني لـ3.5. فأرجو أو أتمنى إن الـ3 ساعات ونص دول يكفوا إن إحنا نخلص كل اللي عايزين نقوله. بس أنا خايف إن إحنا ما تكفيش، فهنقلل شوية في الجزء الثيوريتيكال وهنركز أكتر على الجزء البراكتيكال. فبس برحب الاول بزمايلي واساتذتي الدكتور خالد شحات والدكتور محمد صابر. اتفضل. السلام عليكم، انا محمد صابر رئيس قسم الميديكال فيزيكس في المعادي. طبعا انا بتشرف في وجودي مع اساتذتي دكتور امين ودكتور خالد الشحات ودكتوره سميه، وبتشرف بوجودي معاكم. واتمنى النهارده يكون اليوم العلمي اضافه لينا جميعا ونستفاد منه، وان شاء الله يعني نقضي وقت كويس نتعلم حاجه جديده ونخرج منه يعني باستفاده كبيره ان شاء الله. شكرا يا دكتور امين. شكرا. طب السلام عليكم، خالد الشحات استاذ الفيزياء الطبيه بكليه الطب جامعه الازهر. هي طبعا الفكره كويسه بتاع الدكتور امين، يمكن ما كانش في احنا فيه تطبيقات للراديو بيولوجي في الراديو ثيرابي، فهتبقى فرصه كويسه. بلس ان يمكن الناس في الروتين وورك بيبقوا عارفين الستاندر فراكشنيتد وبدات يشوفوا عدد من الجلسات تانية مختلفه بدوز مختلفه، ممكن تكون دي خطوه جديده للموضوع اللي هو عمليه الديفرنت ريجيمنت في الراديو ثيرابي. وطبعا اتشرفنا بالدعوه العزيزه من طبعا اخويا الكبير والصديق العزيز الدكتور امين والزميله العزيزه الدكتوره سميه، وان شاء الله يكون يومك كويس والتوفيق. دلوقتي هيبقى معانا الدكتوره سميه متولي. طبعا هي غنيه عن التعريف، كلكم اشتغلتوا معاها في عين شمس او في اماكن تانية كتيره، وهي مشكوره النهارده هتقدم لكم. هتبتدي الاول ببدايه الورك شوب زي ما قلت كده باختصار شديد، هتحاول تختصر لكم موضوع الثيوريتيكال باك جراوند بتاع الموضوع. وهي يعني مشكوره حاولت ان هي تلم الموضوع في اقل فتره زمنيه ممكنه، سواء في إلقائها دلوقتي أو حتى في الزنقة اللي طلبنا منها إنها تعد فيها الموضوع. فإحنا بنشكرها لوجودها معانا وللمجهود اللي بذلته واللي هتبذله دلوقتي معاكم إن شاء الله.
وبعد ما هي هتخلص الجزء النظري بتاعها هنبتدي انا وهي نبقى معاكم في الجزء البراكتيكال. اتفضلي يا دكتوره سماح. السلام عليكم. شكرا استاذي دكتور امين على التقديم يعني مبالغ فيه ده والله. اهلا بكم زمايلي واخواتي واساتذتي طبعا دكتور خالد ودكتور محمد صابر، وان شاء الله باذن الله يبقى سيشن يعني ساينتفيكالي فاليبل تستفيدوا منها ان شاء الله باذن الله. زي ما احنا شايفين كده ان عنوان السيشن هو الابلكيشن اوف لينير كوادراتيك مودلز ان روتين كلينيكال براكتس. طيب الاول عايزين نعرف مع بعض يعني احنا اصل اللينير كوادراتيك مودلز او يعني اللينير كوادراتيك مودلز ده جه علشان ايه. هو اساسا اللينير كوادراتيك موديل ده الماثيماتيكال اكسبلينيشن لما يسمى السيل سيرفايفال كيرف. السيل سيرفايفال كيرف ده يا جماعه زي ما احنا شايفين هنا في الجراف اللي قدامنا ان هو ريليشن شيب بتوين الافكت اوف دوز برفراكشن على النمبر اوف سيل سيرفايفنج افتر ذا هيتنج اوف راديشن. من the definition of the linear quadratic أو cell survival عندنا الحقيقة two types of dose بتأثر، يعني لو كانت الدوز قليلة بيبقى فيه التأثير، ولو كانت الدوز عالية أو high dose بدوز ريت عالي بيبقى فيه effect تاني. فاحنا عندنا two component في cell survival curve. الأول linear quadratic وده بيبقى corresponding لsingle hit، يعني سنجل هيت من الراديشن بتعمل هيت لسنجل هيت لسيل، وده بيؤدي ايه هذا اللينير كومبوننت بيؤدي الى سيل دامج او سيل كيلينج. ومعنى السيل كيلينج انه مفيش ريبير هيحصل للخلايا. يعني ايه ريبير؟ يعني الريبير هو الابيليتي اوف ذا سيلز تو ريبروديوس اجين، الابيليتي اوف ذا سيلز تو ميك ا ريبروديوس اجين. إذن في اللينير كومبوننت احنا عندنا بيحصل eventually killing للخلايا، وبيحصل ونوع الراديشن بيبقى عندنا it should be يعني linear ليها high linear energy transfer او high lit. بالنسبة للانذر كومبوننت اللي عندنا هو الكوادراتيك كومبوننت. الكوادراتيك كومبوننت corresponding للmultiple target hit، يعني بيحصل in the beginning single hit وهذا الانتراكشن بيؤدي الى indirect ionizing لانذر target، وبناء عليه هنلاقي ان ده بيؤدي الى ان الدوز ان الكيلينج بيتناسب مع الدبلينج في الدوز. النمبر اوف سيل سرفايفنج بتتناسب مع الدبلينج اوف دوز، يعني دي سكوير. السبيسيفيكيشن اللي خاصة بهذا النوع من الانتراكشن هو ان الراديشنز يبقى لي لو لينير انرجي ترانسفير ليت لو ليت راديشن. سوري سو ذا لينير كوادراتيك موديل باي ديفينيشن از in this linear quadratic model the term result from interactions of lesions that occur along a single ionization track while the quadratic term result from interaction of lesions occurring along two different particle track. The component of linear quadratic model as I said before it is two component. We have linear component and quadratic component. The summation of these two both component is يعني represented by this red line زي ما انتم شايفين. نتيجة حدوث الانتراكشن بأي طريقة من الاثنين بيحصل السم بتاعهم اللي هو اللينير كوادراتيك وبيبقى شكل الكيرف الريد لاين. ألفا أوفر بيتا. ألفا it is the
نقول ايه البروبورشناليتي كونستنت اوف ذا بتوين ذا دوز اند ذا نمبر اوف سيل سيرفايفنج. سو الفا از ذا لينير كوفيشنت اند ات از دايركتلي بروبورشنال ويز دي correspond, this correspond to what? To the cell that can't repair themselves, as I said before, the cell in this type of interaction, the cells can't be repair themselves. Because it is a high dose with high linear energy transfer. طب what is beta? Beta is the quadratic coefficient, or the proportionality constant between the dose and the number of cells surviving. So the quadratic coefficient beta directly proportional to the square of the dose. وبناء عليه the cell that في هذا النوع من ال interaction the cell stopped dividing, not killed, but stopped dividing after more than one radiation hit. But it can repair if take time, if it have a time, it can repair again, and the damage caused by radiation can be replaced. Important, and for this specific type of radiation, the radiation should be low. I mean low linear energy transfer, low LET. Linear quadratic model could be used to predict the improvement in therapeutic ratio. يعني انا اقدر باستخدام الماثماتكس بتاعه اللينير كوادراتيك موديل ان انا استيميت ذا بيست دوز بالفراكشن اللي انا اقدر استخدمها في بعض التريتمنت سكادجول. سو ذا لينير كوادراتيك موديل كود بي بريدكت ذا اند امبروفمنت ذا ثيرابيوتيك ريشيو باي careful adjustment of dose per fraction بان انا اشوف انسب dose per fraction زي ما هنشوف later في ال examples. The surviving fraction represented by SF, which means surviving fraction of target cell in number of cells that can be survived after the hit of radiation. It's represented by SFD for target cells after dose per fraction D. So the survival fraction equal exponential to the minus alpha d minus beta d square. وminus لأن بيحصل decrease في number of cells. ليه بنمثل relationship exponentially ليه relationship مع يعني اتمثلت في exponential diagram؟ لأن الحياة variations اللي بيحصل مع different types of radiation يعني should be visualized وهو very tiny وبناء عليه مش هعرف أحدد إيه الاختلافات اللي بانت من نوع الراديشن إلا لما أمثله ب log curve أو log representation. So in this equation as you see cell kill the number of cells killed after irradiation equal 1 with the total number of cells has 1 minus a cell SF اللي هي بتريبريزنت السرفايفر النمبر اوف سيل سرفايفر لين ايكوال سيل كيل. As you see يعني it is very simple mathematics equation. E will be finally E is the effect of radiation will be equal lin cell killing يعني number of cell killed equal to minus lin SF. Radiological studies have shown that each successive fraction in multi-dose schedule is equally effective. So the effect of radiation E of n fractions can be expressed as this equation. E equal to minus ln SFD to the power n in the number of fractions equal to minus n ln. As you see, it is very simple derivation. So n will be so effect E will be alpha في D وD capital هي ال prescription أو total number of total dose which equal N of D in the number of fractions D L dose per fraction. The above equation may be rearranged into the following form. E effect over alpha I divided the equation over E over
E over alpha equal capital D اللي هي total prescribed dose في 1 plus D over alpha over beta. Now I will substitute D by ND again. So N equal D small plus D square over alpha over beta. And this is the formula. I think كلنا عارفين الفورمة دي اللي احنا بنشتغل بيها لما بنعمل different schedule. Alpha over beta ratio. Definition. Those at which cell killing by linear and quadratic component are called alpha over beta. D equal beta D square. وهذا يعني ان D capital D equal alpha over beta. So alpha over beta ratio is thus the measure of how soon the survival curve began to bend over significantly. Early responding tissues have large alpha over beta ratio and late responding tissue have small alpha over beta ratio. Estimation of alpha over beta ratio. This graph represents the أو هو علاقة بين dose refraction وناتج ال reciprocal of total dose per gray. So alpha over 1 over D will equal alpha over E capital اللي هو الإفكت plus beta over E. By plotting 1 over D مقلوب total dose against D dose refraction for iso effect schedules if I wanted to make another schedule but gives the same effect for this specific schedule I have to use this formula. We can estimate the value of alpha over beta. So the values of alpha over beta ratio. It is important to recognize that the alpha over beta ratio is not constant. It is different from for each organ to another one. And its value should be chosen carefully when we try to make iso effect schedule. Yeah. And it is its value should be chosen carefully to match the specific tissue under consideration. يعني لما اكون عايزه اعمل ايزو اغير السكيدجول بتاع الفراكشنيشن اللي انا ماشي عليه لازم وانا بختار الالفا اوفر بيتا ريشو اكون يعني مش بختار اي حاجه هازارد انا لازم اكون فيري كير وانا بختار الريشو ودي على فكره جداول ببلشت يعني ما فيهاش فيها اختراعات احنا بنشوف الببلشت داتا وبنشوف بنختار الريشو. The values of alpha over beta ratio. Acute responding tissue. For acutely responding tissue which express their damage within a period of days, 2 weeks after irradiation, the alpha over beta ratio is in range between 7 to 20 gray. This is for acute. So late responding tissue. For late responding tissue which express their damage between months to years after irradiation, alpha over beta generally ranged from 0.5 to 4 to 6 gray. Value of alpha over beta, as this is published schedule, for each organ, this is the alpha over beta ratio for skin from 9 to 12, from a colon, as you see. So what is the clinical application of linear quadratic models? We have different applications. We can use this application in these conditions. First, comparing the different fractionation schemes. Calculating the equivalent fractionation schemes. Changing those per fraction. Correcting the time gaps. If we have interruption for treatment period, we can use we can use the linear quadratic model in correct these gaps. Also changing overall treatment time, changing time interval between dose fractionation or between dose fractions, allowance for tumor proliferation to get information on acute and late response. So iso effect linear quadratic equation. For iso effect in a selected tissue,
the effect E and alpha are constant. A schedule implies a dose with fraction D1 and the iso effect total dose is D1. This is the first schedule, D1, and the dose with fraction is D1. If we want to change this schedule to another one, so we change it to a dose with fraction D2, and of course, if total dose with total dose is D2. What I wanted to know is the D2. What is the total dose, the summation of those three, the other schedule? So D2 is what I am trying to know. Is related to D1 by the equation. This equation, the effect over alpha equal D1 multiplied by 1 plus D1 over alpha over beta equal D2 and 1 plus D. This two part, I equalize the two part, okay? So we will obtain D2 over D1, D2 to the another dose. The second dose, what I wanted to know over D1, I know D1. This small one, it is the dose per fraction for first schedule, multiplied by alpha over beta of a specific organ, of course. Over, divided by D2, it is the second dose per fraction I wanted to give to the patient, plus alpha, plus the ratio alpha over beta. So now, this simple linear quadratic iso effect equation was first proposed by Withers et al. In 1983. It has widely been found to be successful in clinical calculations. This equation is very important to make iso effect or to calculate another schedule if you have a specific schedule and we want to change it. For some reason, we can use this equation to change from schedule to another one. Equivalent dose in two gray fractions. The linear quadratic approach leads to various formula for calculating iso effect relationship for radiotherapy, all based on similar underlying assumptions. This formula seeks to describe a range of fractionation schedule that are iso effect, the same effect. The simplest method of comparing the effectiveness of schedules consisting of different total doses and doses per fraction is to convert each schedule into an equivalent schedule in two gray per fraction, which would give the same biological effect. ده اللي احنا بنعمله في الروتين. Equivalent dose in two gray. This is approach that has been recommended as the method of choice and can be achieved using a specific version of equation. This version of equation what I am using to calculate the other fraction, the other schedule. So then we will reach to EQD2 equal D, this is what I'm searching to, it's D2. EQD2 equal D, D plus alpha over beta over 2 plus alpha over beta. So the final form is will be like that. EQD2 is the dose in two gray fractions that is biologically equivalent to the total dose D given with a fraction size of D gray, another fraction size. Yeah. Values of EQD2 may be numerically added for separate parts of a treatment schedule. They have the advantage that since two gray is a commonly used dose per fraction clinically, equivalent EQD square values will be recognized by radiotherapist as being of a familiar size. And this is first example we will apply to calculate the iso effect. Calculate the value of EQD square, which is iso effect to the schedule of 30 gray per ter fraction for tumor having alpha over beta 20 gray.
So it is very simple example. I will apply this value like that. D, the D is 30. Capital D is 30. The prescription D 30. D small is 3. Dose refraction 3 plus 20 is alpha over beta, and the final result will be 31 gray. So the equivalent dose 2 will be. هم اللي حلو. طب هم يشوفوا هذا سؤال تاني. سوري وديع لقيت على فكرة. احنا هو اكزامبل بس وهم هيحلوا الباقي. نبتدي نحاول نحسب احنا كده بايدينا برضو يا جماعه كم اكزامبل كده مشابهين قوي. بس انا عايز بس اقول حاجه. الدكتوره سميه طبعا مشكوره شرحت لنا اللينير كوادراتيك. ولو انتوا خدتوا بالكم في حاجه مهمه قوي. احنا عندنا في كم فاليو عندنا هنا بتبقى موجوده لما نيجي نعمل اي حسابات. بيبقى في عندنا التوتال دوز، الدوز برفراكشن او اللي بنسميها الفراكشن سايز، والنمبر اوف فراكشنز، والاوفر اول تريتمنت تايم. وفي حاجة كمان أخيرة اسمها الانتر فراكشن تايم. الخمسة فاريابلز دول احنا في حاجتين منهم دلوقتي ما جيناش سيرتهم خالص. يعني الدكتورة سمية وهي بتشرح ما جابتش سيرتها خالص عشان ما حدش يقول الدكتورة سمية نسيت تقول حاجة. لا، هي لسه هتقولها بعدين. فهي دلوقتي في الاوفر اول تريتمنت تايم احنا مش واخدينه في الاعتبار دلوقتي خالص لكذا سبب. يا اما هنعتبر ان العيان خلص السكيدول بتاعته او الكورس بتاعه قبل ما يبتدي يظهر الريبوبوليشن، لان احنا عارفين ان في حاجه اسمها الفور ارز في الريدي بيولوجي، من ضمنها الريبوبوليشن، ان التيومر بيعمل بروليفريشن اثناء التريتمنت. في حالات بيبتدي من اول يوم يحصل ريبوبوليشن. انواع من التيومرز بتبقى اللي هي الرابيدلي جروينج تيومرز بتبتدي تعمل ريبوبوليشن من اول يوم. وفي حالات بتبقى في ديلايد ريبوبوليشن، بيبتدي بعد كذا اسبوع، ممكن توصل لغايه 28 يوم على ما تبتدي يحصل الريبوبوليشن. فاحنا هنعتبر ان مفيش ريبوبوليشن لسه حصل، او ان احنا بنشتغل على ليت ريسبوندنج تيشو. الليت ريسبوندنج تيشو ما فيهوش ريبوبوليشن اساسا خالص. فيا اما احنا دلوقتي في الاكزامبلز دي بنتكلم على ريبوبوليشن ما بيحصلش غير بعد ما بنخلص الكورس، او بنتكلم على ليت ريسبوندنج تيشوز لسه ما عملتش اي ريبوبليشن. فده الاكزامبلز اللي احنا هنشوفها. فاحنا كان الاكزامبل اللي فات حسبنا الاي كيو دي 2 فور الفا اوفر بيتا ايكوال 20. هنحسبها دلوقتي ال10، وعايزين نشوف نلاحظ كمان ايه الفرق اللي هيحصل ما بين الاثنين. فبرضه حاولوا كده انتوا تشوفوا ازاي هتحسبوا. الحل طبعا قدامكم وكل حاجه، بس برضه علشان نكون طبقنا بايدينا. لو تاخدوا بالكم احنا لو جبنا الاكزامبل 1 يا دكتوره سميه، هنا الـ النتيجه كانت 31.4 من 10 جراي الدي، لما كانت الفا اوفر بيتا بتساوي 20. الاكزامبل اللي بعده اللي هو 2 هو نفس الاكزامبل، بس كل اللي عملناه ان احنا غيرنا الفا اوفر بيتا، هنا بقت ب 10، طلعت النتيجه 32.5. الفرق مش كبير قوي، استيل في فرق لما غيرت الالفا اوفر بيتا، بس الفرق مش كبير. ليه؟ لان احنا بنشتغل على الفا اوفر بيتا عاليه، بنشتغل على اكيوت ريسبوندنج تيشو. الفراكشنيشن ما بيبقاش فيري افكتيف فيها. نشوف بقى الاكزامبل الثالث اللي هو اللي كانت الفا اوفر بيتا بتساوي 3. بصوا بقت كام التوتال دوز؟ بقت 36 جراي. الفرق بقى كبير جدا هنا، لان انا بستخدم الالفا اوفر بيتا لو، بتكلم بتعامل مع ليت ريسبوندنج تيشوز الفا اوفر بيتا بتاعتها عاليه، والافكت اوف فراكشنيشن بتاعها عالي جدا. يعني لو انا مثلا الدكتور بيجي دلوقتي طلب من الفيزيست، قال له احسب لي الايكويفالنت دوز بتاعه السكيدول الفلاني، فبقول له طيب لازم اول حاجه اعرفها اعرف هو هيتعامل مع ايه، هيتعامل مع تيومر ولا هيتعامل مع كريتيكال اورجان، والكريتيكال اورجان دوت اكيوت ولا ليت، علشان ابقى عارف هختار الفا اوفر بيتا بتساوي قد ايه. وبالتالي اقدر، لان فرق كبير جدا
في النتيجه زي ما شفنا من 31.5 ل 32.5 ل 36 لمجرد ان انا غيرت. طب ونشوف الاكزامبل اللي بعده كمان هنا بقى شوفوا من غيرنا من 3 ل 2 1 جراي فرق بس في هنا اداني فرق 1.5 في الدوز. يعني بصوا انا لما قللت في الاكيوت من 20 ل 10 الفرق كان اقل من 1 جراي، انما لما قللت في الليت من 3 ل 2 الفرق بقى 1.5 جراي. فده يبين لنا قد ايه الفاليو بتاعت الالفا اوفر بيتا ونوع التيشو بيبقى فيري افكتيف في ان انا بختار. دي طبعا اسهل ابلكيشن لللينير كوادراتيك بنعمله. طبعا في ابلكيشنز بعد كده، هو مش دي كل حاجه، بس ناخد بالنا هنا من حاجه مهمه جدا يا جماعه. انا هنا في الاكزامبلز اللي فاتت دي كلها الدكتوره سمية لما ادت لكم لما حطت لكم الاكزامبل ده عايزه تعرف التوتال دوز لفراكشن سايز معروفه. خلوا بالكم هي قالت لكم انا هغير فراكشن سايز من 2 ل 3، يعني الفراكشن سايز كانت معروفه، وبنحسب النمبر اوف فراكشنز او التوتال دوز قد ايه، لان الدنيا هتفرق كتير جدا لو انا الفراكشن سايز دي ما اعرفهاش. هيبقى الفرق في الحسابات زي ما هتشوفوا بعد شويه مختلف تماما. طيب ناخد اكزامبل تاني كده ونحله بايدينا، هو مش موجود في السلايدز بس عشان تتمرنوا انتوا على الحسبه. لو انا عندي مثلا سكيدول اللي هو كلنا عارفينه وبنستخدمه كلنا في البريست كانسر اللي هو 267 على 15، عايز اشوف دوت هيبقى ايكوفلنت قد ايه للكونفنشنال. للالفا اوفر بيتا تساوي 10 عشان تبقى الحسابات سهله. نجرب نعمل الحسبه دي واحنا معاكم انا والدكتوره سميه هنا برضو في الهول هنا اللي هيحتاجنا في حاجه. نعم الايه انت هتحسب الدي كابيتال، احنا عايزين نشوفها هتبقى قد ايه. 267 في 15 اضرب حتى بقى. الدكتور محمود هنا بيسالني الدي قد ايه، التوتال دوز قد ايه، هي 267 في 15. اوكي دي مساله امتحان بتجي لكم في امتحان الريدي بيولوجي على فكره المساله دي. ايوه ولا بلاد كام؟ بلاد كام؟ 42 انا ماشي. اوكي في ناس طلعتها هنا 42، بنشوف كله هيطلعها اتفق على نفس الرقم ولا ايه؟ في حد مش عارف احنا ماشيين ازاي الايكويشن اهي، احنا كل اللي بنعمله انا نفس الايكويشن اللي قدامنا نفس دي يا جماعه. الايكويشن احنا هنغير بس الالفا اوفر بيتا والسكادول زي ما الدكتور امين قال التوتال دوز 40. التوتال دوز 267 في 15 كام؟ 40.05 التوتال دوز. ماشي الامور يا جماعه كله تمام؟ اوكي كم 42 هو الكل مطلعها 42، انا مش معايا الحل والله، بس هو الكل مطلعها 42 تقريبا. كم؟ اوكي يبقى هي غالبا 42 لان الكل مطلعها 42. دكتور اسمه ايه هتحسبها هي بسرعه.
حاجة تانية أصعب شوية؟ طيب هنا في السلايد دي بنقول احنا شفنا من الاكزامبل اللي فات هاو ات از افكتيف، يعني الالفا فيربيتا اختيارها مهم جدا يا جماعه. اهم حاجه في الموضوع لينير كوادراتيك ان انا ازاي اختار الفاليو بتاعت الفا فيربيتا اللي انا هشتغل عليها، لان احنا شفنا في الاربع اكزامبلز كان الفرق كبير قد ايه، بالذات لما بنط من الاكيوت للليت، فده بيعمل فرق كبير. ايوه دكتور محمود. طبعا يا جماعه احنا في ورك شوب مش في محاضره، فالديسكشن مفتوحه، اي واحد عنده سؤال في اي لحظه يتفضل. شكرا استاذنا، هو بس تعليق بسيط، هو يعني حكيت حسبنا اللي هو حسب السؤال بتاع حضرتك او حسب الاكزامبل، ان احنا لو فرضنا احنا عيان بياخد 267 في 15 هيبقى ايكويفالنت لكام بكونفشنال 200؟ يعني كام فراكشن؟ يعني معنى ذلك احنا بنتكلم يعني النتيجه اللي طلعت فراكشن ولا دوز؟ ال 41 ال 41 هنا الدوز. دوز طب يعني طب ازاي احنا اصلا ال 267 في 15 بيكافئ 200 في 25؟ يبقى ازاي تطلع 50؟ ازاي تطلع 41؟ لا مين اللي قال انها بتكافئ 200 في 25؟ اللي هو ال 50 جنيه اللي هو اللي هو اللي انا عارفه، بس الاثنين اللي هي الدوز بير فراكشن هي دي اللي انا عارفها انها 2 2 في 25. التوتال دوز هتطلع قد ايه؟ ما اعرفش، انا بحسبها. ما انت انا بقول لك احسبها لي. ما لو هي المفروض تطلع 50 على على 25 او 50 على 2 يبقى انا هحسب ليه؟ طيب يعني 41 اللي طلعناها هو انا بحسب بشوفها دلوقتي ديت ايكويفالنت قد ايه، لو انا الايفكت ده نفسه لو عايز احصل عليه بكونفشنال فراكشنيشن هدي كام جلسه؟ وكلمه كونفشنال فراكشنيشن انا بعني بيها ايه؟ انها ديلي فراكشن ويز تو فراكشنز ويز تو جراي بير فراكشن، ما قلتش توتال دوز قد ايه. التوتال دوز انا قلت لك احسبها لي. تمام. انا بس إيه؟ يعني معلش يعني تسع حضرتك، احنا كده طلعنا 40 جري هي قيمه الجرعه المؤثره كما لو كانت 267 في 15 صح كده؟ أيوه. طيب ال 40 دورم ده التاثير بتاعهم كما لو كانوا برضو 200؟ دلوقتي انا عندي سكيدول اللي هو 267 اللي هو 40.05 على 15 جلسه يديني 267 فراكشن سايز. اوكي ده السكيدول، عايز اشوفه ده لو انا اديته كونفشنال هدي قد ايه. الكونفشنال اعني بيه ان هو ديلي فراكشن ويز تو جراي بير فراكشن. تمام. الدوز هتطلع قد ايه بقى؟ ده ديبند على ايه؟ ديبند على الالفا اوفر بيتا. في حاله الالفا اوفر بيتا ايكوال 10 طلعت 42. تمام. لو حطيتها ايكوال 2 او 3 هتطلع حوالي ال 50 اللي انت قلت عليه. اه تمام. اوكي عايز تحسبها دلوقتي لثلاثه خلاص وصلت يعني. هو العامل فاكتور هو المؤثر 48 يعني. او 47 او كده. تمام شكرا جزيلا دكتور. يبقى هنا شفنا يا جماعه هنا الاهميه ان انا ابقى عارف الالفا اوفر بيتا ريشيو. طبعا برضو أنا احنا في كذا موضوع هنتكلم عنهم كلهم ريليتد باللينير كوادراتيك. انا عندي تخوف شديد جدا ان احنا ما نقدرش نخلصهم كلهم في الثلاث ساعات او الثلاث ساعات ونص اللي عندنا، بس ده مش هيمنع ان احنا اي سؤال لازم نجاوب عليه. انا لو قلت موضوع واحد بس منهم وكلكم طلعتوا فاهمينه كويس قوي احسن ما اقول كل المواضيع وما نبقاش فاهمين حاجه. فبرضو اللي عنده اي سؤال ما يخافش من الوقت يساله، المهم ان ونقدر نكمل ان شاء الله لو ما قدرناش في اي مناسبه تانية، وخصوصا ان احنا اتفقنا على ان احنا عندنا ورك شوب جديده ان شاء الله هتكون موجوده في يناير باذن الله. لسه متفقين دلوقتي مع الدكتور خالد عبد الكريم ان في المؤتمر اللي بيعمله الدكتور هشام الغزالي، وده بيبقى انجح من انجح المؤتمرات اللي بتتعمل عندنا في القاهره يعني او في مصر، ان شاء الله ناخد ورك شوب برضو فيزيكس، فمش هنقدر نكمله النهارده ممكن نبقى نكمله يومها. هنا الايزو افكتيف ايكويشن الاي كيو اللي شرحتها لنا الدكتوره سميه واللي خدنا منها الاي كيو دي 2 ديت، هنا هنعممها بقى هنطبقها لاي تو فراكشنيشن، مش لازم يكون واحده منهم كونفشنال،
اي تو فراكشنيشن ممكن هنستخدم الايكويشن دي برضو ان احنا نحسب الايزو افكتيف سكيدولز ما بينهم وبين بعض. فهنا هو اكزامبل بيقول لنا what is the hypofractionation schedule with fraction size 3 gray equivalent to 50 over 25 fraction. ده بقى هنا اللي كان بيسأل عليه الدكتور محمود. انا عارف اهو عملت العكس، انا كنت الاول بجيب الكونفنشنال من الانكونفنشنال سكيدول اللي انا بعالج بيه العيان، لا انا دلوقتي عايز عندي الكونفنشنال سكيدول اللي انا عارفه وعارف الافكت بتاعه هيبقى شكله ايه وحافظه صم، واللي عندي البراكتيكال او الكلينيكال اكسبيرينس بتاعته موجوده عندنا كلنا، اللي هو ال 50 على 25 مثلا. لو انا بعالج حاله بريست كلنا طول عمرنا بنعالج بالسكيدول ده وعارفين ال هيطلع شكل الافكت منها ايه. فانا عايز هغير بقى، جه حصل مثلا ان انا عندي اثناء الكورونا مثلا كنا بنحاول نخلي العيانين يجوا اقل عدد من الزيارات للمستشفى، فقلت لا بدل ما هدي اخليه ياخد 2 جراي برفراكشن هخليه ياخد 3 جراي برفراكشن عشان ما يجيليش كتير، يجي عدد اقل من المرات. فهستخدم نفس الاكويشن اللي هي قدامنا ديت اللي شرحتها لنا الدكتوره سمية في الاول اهي، وهبتدي اعوض فيها. انا عندي دي 1 اللي هي ال 50 ودي سمول 1 اللي هي الاثنين، والالفا اوفر بيتا كانت باثنين. انا هنا في الاكزامبل هنا قال لي الفا اوفر بيتا تساوي 2. بعد كده ال الدي 2 بقى اللي هو يكون الان كونفنشنال سكيدول الجديد اللي انا عايز احسبه كان 3، والالفا اوفر بيتا بتاعته برضو ب 2، فيطلع 50 في 4 على 6 اللي هي تطلع 33 و3 من 10 جراي. دي السكيدول الجديد اللي انا هعالج بيه العيان 33 و3 من 10 على 3 فراكشن 3 جراي بير فراكشن. بس هنا اخد بالي بقى من حاجه مهمه قوي يا جماعه، انا ما عنديش في الراديو بيولوجي تقريب، ما ينفعش ان انا في الراديو بيولوجي اقول الدوز هنا طلعت 33 و3 من 10 يبقى 33 جراي، ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها كده، ولا ينفع اقول 34 جراي، ما فيش تقريب. فهنا اللي حصل ان انا عندي النمبر اوف فراكشنز طلعت كام، هتطلع 11.1. في حاجه اسمها 11.1؟ ما فيش حاجه اسمها 11 فراكشن وكسر فراكشن، مفيش اسمها حاجه اسمها كده. فلازم نرجع نعيد حساباتنا تاني. فانا هقول لا انا هعالجه ب 11 فراكشن، بس بدل ما هدي 3 جراي هقسم ال 33 و3 من 10 ديت على 11، هتطلع 3 جراي و3 من 100 3.03. هزود شويه على ال 3 جراي بحيث ان انا ادي الاكزاكت دوز، مفيش حاجة اسمها تقريب عندي. النقطة دي مهمة قوي يا جماعة، كلنا بنقع فيها في الغلطة دي. ايوه يا دكتور. لا انا مش سامع، معلش حد ينولها بالفون يا جماعة. معلش بس يا دكتور، هو الخمسين في تحت لا قرب الميكروفون شوية عشان نسمع. 3 بلس 2 المفروض يبقوا 5 ولا 6؟ اللي هو يطلع 50 في 4 المفروض على 5 تحت مش 6. 50 في 4 على 4 على 6 5 5 في الستة. طيب يبقى 4 على 5. طيب يبقى هبقى اصلحها كويس. انما الـ في الاخر هتطلع كام بقى؟ 40 جنيه. يبقى مش هيبقى في تقريب. طب هي كويس يعني، رب ضرة النافعة. إيه كويس ان هي ان انا غلطت الغلطة دي وانا بعمل لكم السلايدز. الحقيقة انا اللي عامل السلايدز مش الدكتورة سمية، يعني عشان ايه ما لبسهاش هي الغلطة، يعني انا اللي غلطت فيها. بس كويس ان انا غلطت الغلطة دي، فعلا مهمة لان خلتنا خدنا بالنا من نقطة مهمة. لو هفترض ان الحسبة دي صح، ان هي 4 على 6 وطلعت فعلا الاجابة بدل ما تطلع 40 طلعت 33 و3 من 10، اوكي؟ يبقى لازم ناخد بالنا من حته ال 3 من 10 دي، ان انا مش هينفع اقربها، اوكي؟ فهي كويس ان احنا غلطنا
وخدنا بالنا من النقطه دي. نعم طيب كويس. الدكتوره سمية بتنبهني بتقول الاكزامبل اللي بعد ده فيه فراكشن، واضح ان هي منشينا في الاكزامبل اللي بعده على اللي اهو الاكزامبل اللي بعده اهو هنا برضو هنبقى هايبو فراكشنيشن والفراكشن سايز برضو هتبقى 3 بس هنحسبها الالفا اوفر بيتا تساوي 10. هنحسب المره دي للتيومر اللي هو الالفا اوفر بيتا بتاعته بتساوي 10، فبرضو هنعوض هنا بالدي 1 اللي هي 50 والدي سمول 1 اللي هي 2 والدي 2 اللي هي 3، هتطلع 50 المره ده اهو جامعهم مش ضاربهم، هتطلع 50 في 12 على 13 طلعت 46 و15 من 100 جراي. فعندي هنا كسر برضو نفس الاكزامبل زي الاكزامبل اللي فات ده، ديت لما هقسمها على ال 15 او هقسمها على 3 تطلع 15 وتقريبا 3 من 10 اللي هو الكسر اللي قدامنا دوت. فده برضو ما اقدرش اعالج بكسر، يعني ما ينفعش اقول ان انا هدي للعيان 15 جلسه ونص او 15 جلسه وتلت، لا فيا 15 بس يا 16 بس، فهنخليهم 15 ونقسم ال 46 و15 من 100 دي على 15 ونشوف الفرق هتطلع الفراكشن سايز قد ايه، فتطلع 3.8 من 10 بدل الثلاثه اللي احنا كنا مفترضينها من الاول. فلازم برضو ناخد بالنا من الكوركشن دوت ان احنا دايما نعمله في نهايه الحسابات بتاعتنا. اوكي طيب ده هتحلوه انتوا بقى علشان برضو نشوف الامور هتبقى ماشيه معانا كويس ولا لا. انا عندي هدي 40 جراي على 16 فراكشن وهحسبها للتيومر اللي هنفترض ان هو البروستيت هو اللي الالفا اوفر بيتا بتاعته فيري لو كده، فالالفا اوفر بيتا بتاعته 2.5 لا دي سوري ده الفراكشن سايز، الفراكشن سايز اللي هو 2.5 جراي بير فراكشن و احنا عايزين نخليها 4 جراي بير فراكشن. ثواني بس اقراها تاني. ليتس سبوز جيفنج 40 على 16 فور اتيومر يوزنج الفا اوفر بيتا 2.5 جراي. اه دي الالفا اوفر بيتا 2.5، مفيش كلمه بير فراكشن دي، برضو دي غلطه في كتابه السلايز. وعايزين ندي هنا 4 فراكشن 4 جراي بالفراكشن وتبقى اكويفالنت لل 40 جراي على 16 دي. ف يعني هنا بقى مش انا مش الاكزامبل ده فارق عن كل الاكزامبلز اللي فاتت يا جماعه. الاكزامبلز اللي فاتت احنا كنا بنجيب انكونفشنال سكيدجول وعايزينها تبقى اكويفالنت للكونفشنال سكيدجول، هنا لا انا بجيب انكونفشنال وبرده عايزها تبقى اكويفالنت للانكونفشنال تاني. فانا هنا عندي السكيدجول اللي بتاع 40 على 16 عايز اخلي الفراكشن هديله سكيدجول جديد بفراكشن سايز 4 جراي، بس هعمل الحسابات بتاعتي الالفا اوفر بيتا تساوي 2.5 جراي خلاص. فهنا هتبقى دي 2 هتساوي 40 في 10 على زائد 2.5 على 10 زائد 4 هتطلع 35.7 من 10، برضو هنعمل نفس الكوركشن. هنا بقى الكوركشن اللي لو تاخدوا بالكم الكوركشن اللي عملناه تحت هنا في اخر الاكزامبل ده عملنا العكس، يعني هنا عملنا عكس اللي عملناه اللي فات. في اللي فات انا كنت بقول مثلا انا عندي النمبر طلع مثلا 35.1 من 10، ف يعني لا هعتبرها 35، هنا هعتبرها 36. يعني هنا انا عندي 35.7 من 10 في 9 فراكشنز هتطلع ال 3 و97، فبدل ما هدي 4 هدي 3.97. خدتوا بالكم من الحته دي يا جماعه ان انا طلعت اصغر من 4، لان انا لو كنت خليتها اكتر من 4 كنت هيبقى عدد هيبقى الفرق كبير ما بين في الجلسات. يعني
مش معقول كنت هنزلها لـ8 فانا زودتها لـ9 يعني عدد الفراكشنز اللي طلعت 8.9 مش معقول هخليها 8 فخليتها الاقرب ايه هو ان انا اخليها 9 واحسب الدوز بالفراكشن قد ايه فبدل ما كانت 4 طلعت 3.97 اوكي تحبوا تجربوها انتوا بايديكم وتشوفوا الدنيا ماشيه ازاي يا جماعة واضحة الأمور في الإكزامبل ده هنا بس أنا عايز بنبه لحاجة إن هو أنا مش لازم دايما أعمل الإكويفالنس ما بين conventional و unconventional ممكن الاثنين يكونوا unconventional ما فيهاش أي مشكلة خالص في إن أنا أطبق الكلام ده برضو بالنسبة لحكاية الكوريكشن بتاع النمبر أوف فراكشنز ده ممكن أبقى بالزيادة أو بالنقص فهنا في الاكزامبلز اللي فاتت انا نقصت عدد الفراكشنز انما هنا انا زودت لان كان الاسهل او الاقرب ان انا ازود واخليهم 9 مش ان انا اخليهم 8 هنقول حاجه جديده بقى او في كونسبت جديد استنتجناه من اللينير كوادراتيك موديل وهو البيولوجيكال افكتيف دوز البيولوجيكال افكتيف دوز هو الدكتوره سميه كانت شرحته في وسط كلامها بس ما قالتش المسمى بتاعه عشان ما تحرقه ليش تقريبا او كده فسابته لي بعد شوية انما هي شرحته لما قسمت المعادلة بتاعت اللينير كوادراتيك موديل على الفا وقالت الاي اوفر الفا اللي هي هتساوي ان اوفر الفا هي هتوصل لان هتبقى الان دي في الفا اوفر بيتا في دي سكوير ديت اللي بنسميها البيولوجيكال افكتيف دوز اللي هي ده الفورم الاخير بتاعها اللي هو تحت دوت ده دي الموست كومن دلوقتي في 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 حلول الاكزامبلز او المسائل او البروبلمز اللي بتقابلنا في الكلينيك في الديلي ورك بتاعنا اكتر ناس بتستخدم هي بتستخدم البي اي دي او البيولوجيكال افكتيف دوز بعد ما بنقسم اللينير كوادراتيك موديل على الفا علشان هو احنا ليه يا جماعه دايما احنا بنقسم على الفا او نقسم على بيتا او حكايه القسمه ديت ليه مش على طول مش بنستخدم الالفا او اوفر الالفا او اند بيتا ليه دايما نقول الفا اوفر بيتا لان زي ما الدكتوره سميه ورت لكم انا هرجع لكم الكيرف قبل كده الدكتوره سميه شرحته اللي هو ده هي قالت لكم ان انا اقدر بالكيرف دوت اجيب الفاليوز بتاعه الفا اوفر بيتا بان انا برسم ال1 اوفر دي اجينست دي سمول اللي هي مقلوب التوتال دوز اجينست الدوز بير فراكشن وهجيب السلوب بتاع الكيرف او بتاع اللاين والانترسكشن مع الاكس اكسس واقسم الاثنين على بعض يطلع لي الالفا اوفر بيتا انما هل في حد فيكم شاف قبل كده اي طريقه اجيب بيها الالفا اند بيتا لوحدهم دي صعبه جدا ومحدش قدر يعملها ودي طبعا هي النقط اللي رسمتها الدكتوره سميه اجينست بعض ديت ايه اللي هي لما رسمت ال1 اوفر دي اجينست الدي دي ايه النقط دي النقط ديت كلينيكال ريزلتس يعني هي جت قالت مثلا انا هاجي عند سيرتن افكت او سيرتن اند بوينت اللي هي مثلا ليتس سي اللي هو الاريثيما دوز خلاص واشوف الاريثيما دوز لو انا في لما يكون الفراكشن سايز بتاعتي 5 او تكون 10 او تكون 15 او وات ايفر وارسمهم
اللي هو دي اجينست 1 اوفر دي. فدي دي كلينيكال داتا، جبت بايز بمجموعه ايزو افكتيف بوينتس ووصلت الخط اللي ما بينهم وجبت الانترسكشن بتاعه وجبت السلوب بتاعه وقسمته على بعضه طلعت الالفا اوفر بيتا. انما ما اقدرش اعمل حاجه مشابهه واجيب بيها الالفا لوحدها والبيتا لوحدها. لذلك احنا في كل شغلنا بنستخدم الالفا اوفر بيتا، ما بنستخدمش الاثنين. ايوه دكتور علاء وبعدين هرجع لك. اتفضل. لا انا مش سامع. الانترسكشن في الماينس كيرف هنا جاست، يعني هو ما تهمنيش الحته اللي بره دي، دي مش هتفيدني في حاجه. يعني هو لو لو انا وقفت عند لو انا وقفت هنا عند عند النقطه دي خلاص بالنسبه لي كده منتهي، هي دي اللي انا عايزها. يعني دي انا مش مستفيد بيها في حاجه يعني. تمام كده. ايوه خلاص عرفنا احنا ليه بنستخدم الالفا اوفر بيتا دايما، ما بنستخدمش الالفا اند بيتا. عشان كده هو في الراجل الويزرز لما عمل البي اي دي راح خلاها على طول دايما الفا اوفر بيتا، ما فيش حاجه اسمها الفا اند بيتا خالص في شكل المعادله. انهي اكزامبل بقى؟ هو ده يا دكتور دوت. ايوه بس بعد اذنك كنت عايز اسال على 10 اللي في المعادله دي منين؟ مش مفروض حضرتك كنت مديني 40 جري على 16 فراكشن، لو جبت الدوز بير فراكشن يبقى 2.5 والفا اوف البي مفروض 2.5 بلس 2.5 الفا اوفر بيتا ريشيو هنا المفروض 2.5 بلس 2.5 بلس 2.5 على 4 بلس 2.5 هي مش مكتوبه ايوه انا في سوري احنا معلش مش كاتبين برضو الفا اوفر بيتا انا بس كنت بستفسر 10 الفا اوفر بيتا ب 10 ومش مش كاتبينها برضو في ال مش معلش اعذرونا احنا بصراحه عملنا السلايد زيت على عجل يعني لان ما كنش عندنا وقت كتير ممكن نجربها ثلاثه يعني احنا ممكن نعيد بقى الاكزامبل ده لكذا فاليو مختلفه للالفا اوفر بيتا ونشوف اللي هتطلع القيم ايه. طيب ننقل على اللي بعده ولا انت كنت لسه شغالين في الاكزامبل ده؟ احنا رجعنا بقى للبي اي دي وقلنا ان هي هتوصل للشكل دوت اللي هيبقى فيه الفا دايما اوفر بيتا ومش هيبقى فيه الفا اند بيتا خالص. طبعا هنا ال 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 برضو من ضمن المزايا بتاعت البي اي دي او البيولوجيكال افكتيف دوز ان انا بقدر اعمل بيها بسهوله الكومباريزون ما بين اي ديفرنت سكيدولز اللي اي سكيدول هيديني بي اي دي اعلى هيبقى هو المور افكتيف، اللي هيديني بي اي دي اقل هيبقى ليس افكتيف بمنتهى البساطه كده. فده برضو من ضمن المزايا بتاعته. برضو من ضمن الحاجات اللي هتقابلكم يمكن في سواء في السلايدز دي او لما تقروا في اي كتاب من الكتب ان مفيش عندنا يونت، يعني احنا مثلا اليونت بتاعه الالفا اوفر بيتا هي الجراي زي لانها دوز، احنا قلنا الالفا اوفر بيتا اللي هي ايه اللي هي الدوز اللي عندها بتكون الالفا دي بتساوي البيتا دي سكوير، فده الفاليو بتاعه الالفا اوفر بيتا. فاليونت بتاعتها هي الجراي، انما البي اي دي للاسف ما لهاش يونت، فعملوا لها يونت كده يعني حاجه هايبوثيتيكال كده فرضيه افترضوا ان في يونت اسمها البي اي دي يونت، فعشان لو قابلتكم الكلمه دي ما تستغربوش يعني ايه. في حاجه تانية برضو اسمها توتال افكت اللي هي بدل لما اخد نفس المعادله بتاعت اللينير كوادراتيك موديل بدل ما اقسمها على الفا بدل ما اقول اي اوفر الفا تديني البي اي دي هقول تي اوفر بيتا دي اوفر بيتا هتديني حاجه اسمها التوتال افكت، بس دي استخداماتها اقل شويه من يعني هي الموست كومن بالنسبه لنا في الاستخدام هي
البي دي. طيب هنشوف بعض الاكزامبلز على البي اي دي. هنا بيقول ادي عندنا الستاندرد راديشن ديت حاله مثلا بروستيت اهي 76 بتاخد او هيدا النيك واتيفر ده دي بروستيت عشان فيها ريكتم اهي البروستيت الدوز 76 جراي توتال دوز given in 38 fractions with fraction size equal 2 gray. هنحسب البي اي دي بتاعتها فور الفا اوفر بيتا يساوي 4 اللي هو في حالة الريكتم. هتبقى 76 في 1 زائد 2 على 4 اللي هو اللي هي الدوز التوتال دوز مضروبة في 1 زائد الدوز بالفراكشن او الفراكشن سايز على الالفا اوفر بيتا. هتطلع في الاخر البي اي دي في الريكتم ب 114. ده بالنسبه للسكيديول اللي هو 76 على 38 فراكشن. لو خدناها لو حسبناها للتيومر والتيومر اللي احنا عارفين البروستيت كانسر الالفا اوفر بيتا ريشيو بتاعته فيري لو اللي هي 1.5 تقريبا هتبقى 76 في 1 زائد 2 على 1.5 هتطلع 177.3. برضو شايفين هنا يا جماعة البي اي دي فرقت قد ايه لمجرد ان انا غيرت من 4 لواحد ونص. بصوا الفرق قد ايه من 114 ل 177. هنا لو حبيت احط يونت جنب ال 114 او ال 177 دي مش ما فيش يونت احنا نعرفها فهنقول بي اي دي يونت. ده اللي بيعملوه اللي دايما بيستخدم يعني هقول 114 بي اي دي يونت او 177 بي اي دي يونت. طيب هنا بقى غيرنا الفراكشنيشن سكيديول. ايوه يا ولاء 1.5 الواحد الوان واحد. البيولوجيكال البي اي دي في الايكويشن. ايوه سمعت مش عارف اسمعها اصلا 76 هو شغال اوكي دي زائد دي سكوير. فخدنا بصي يا ولا المعادله بتقول ان في دي زائد دي سكوير فخدنا الدي سمول بره فبقى دي كابيتال واحد واحد زائد دي كونستنت اوكي ده واحد يعني مجرد ان انا عشان طلعت الدي بره المعادله الناحيه الثانيه قسمت عليها يعني. بس هو الدكتور هو بس ايه بس ان في الحاله دي ده بيربريزنت ان ده بيست سكيدول فور ذا ريكتم اند تيومر يعني الريكتم لما تطلع البي دي بتاعك لسه ما بتطلعش الثانيه. طيب بعد كده غيرنا الهايبو فراكشنيشن حسبناه قلنا هنستخدم هايبو فراكشنيشن سكيديول اللي هو 70.2 جراي على 26 فراكشن والفراكشن سايز هيبقى 2.7 جراي بير فراكشن اوكي. وهنحسب البي اي دي بتاعته عند الاربعه اللي هو للريكتم هتطلع 1.18 بي اي دي يونت. وهنعمل نفس هناخد نفس السكيدول ونحسبه لل عند العشرة للالفا اوفر بيتا تساوي 10 هتطلع 89 سكيدول 89 بي اي دي. فهنا لو قارنا البي اي ديز بتاعت التو سكيدولز ببعض في الستاندرد لو ناخد بالنا هنا الإفكت على التيومر كان أعلى وهنا الإفكت كان أقل أوكي. يعني هنا هو 91 نما هنا 89 يعني الاثنين almost قد بعض بس هنا دوت أعلى شوية. هنا 114 و 118 برضو almost قد بعض انما برضو دوت اعلى الافكت على الريكتم اعلى شويه. يبقى هنا نقدر نستنتج ايه يا جماعه؟
هما يعني الفرق دوت مش 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 كبير من 114 ل 118 بي اي دي افكت على التيوم على الريكتم او من 91 ل 89 على التيومر مش كبير قوي. انما سوشيو ايكونوميكال بقى الفرق قد ايه؟ انا بدل ما اديت للعيان 38 جلسه رايح جاي جاي رايح كل يوم 38 مره خليتهم له 26 بره بس. فده اداني مستين ميزه للعيان، وفرت عليه المشاوير رايح جاي دي، ووفرت تعرضه للكوفيد وتعرضه لكذا وكذا وكذا، ووفرت انا على نفسي في القسم فضيت الجهاز كم مره كم يوم 12 فراكشن 12 يوم قللتهم من على الجهاز. والايزو افكت اولموست قريب قوي من 114 ل 118 من 91 ل 89. يعني انا لو جيت دلوقتي الدكتور محمد رئيس القسم عندنا قلت له يا دكتور محمد انا بعد كده مش عالج بالسكيدول ده هياخدني بالحضن، لانه وفرت له 12 جلسه في كل سكيدول. فدي مهمه جدا يا جماعه. هنا طبعا الـ 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 احنا ممكن نحسبها ايزو افكتيفلي برضو نشوف هتبقى. لو يعني الدكتور محمد بيقول لي طب لو قللنا عن كده كمان، انا ممكن افضل اقلل زي ما انا عايز، بس افضل محافظ على ان الفرق ما يبقاش كبير سواء للتيومر او للكريتيكال اورجن، بشرط ان انا ما زدتش عن 8 جراي بير فراكشن. لان وانس ان انا زدت عن 8 جراي بير فراكشن دخلت على كاتيجوري تاني ما لهوش علاقه باللينير كوادراتيك موديل. اللينير كوادراتيك موديل زي فاكر لما قلنا يوم الستيريو تاكسي الاز ان ابليكابل لالفا لفراكشن سايز اكتر او من 8 جراي وانا طالع، ما اقدرش استخدم اللينير كوادراتيك موديل. فمش هقدر اعمل الايزو افكت، مش هقدر اعمل الحسبه. هحسبها ازاي؟ ما عنديش موديل يبقى فاليد عند الفراكشن سايز ده، فمش هقدر اعمله. انما لو جيت عند لغايه 5 لغايه 6 جراي اقدر اجيب ايزو افكتيف سكيدول. بس انا وحظي بقى هيبقى ايزو افكتيف لمين فيهم، للتيومر ولا للريكتم؟ هنا طلعت بالصدفه انها قريبه من بعض في الاثنين، فكان يعني حاجه في منتهى الجمال. جبت نفس الافكت على التيومر من غير ما ازود اي افكت على الكريتيكال اورجان. انما انا ممكن بسكيدول تاني يحصل العكس، يحصل واحد منهم يبقى لا التيومر يبقى اقل شويه او الريكتم يبقى هو اللي اعلى شويه، ما اعرفش. ايوه محمود. لو تسمح لي فن سؤالين بس بسرعه كده لو تكرمت. يعني بالنسبه للسؤال الاولاني اللي هو الالفا بيتا ريشيو، الالفا بيتا ريشيو هو ما هو الا كون، واتمنى حضرتك تصحح لي كنت مخطط. يعني هو ما هو الا كونستانت او علاقه او ثابت علاقه ما بين الدوز مع سيرفايفل سيلز او مع الريسبونس بتاع الدوز نفسها. طيب لما اجي اختار الالفا بيتا ريشيو، لو ندي مثال، لو فرضنا عندنا، استنى بس، كلمه اختار دي كلمه في منتهى الخطوره. ما انا جاي احنا بنجيبها من الببلش داتا. انا عندي ببلش داتا بتقول مثلا ان فور التيومر الفلاني او الاورجان الفلاني الالفا بيتا بتساوي كذا. انا فاهم يا استاذ، انا قصدي حاجه ثانيه. نفترض مثلا على سبيل المثال ان احنا عندنا حاله بتاخد مثلا بروستات كيس، التيومر هو البروستات والاورجن حواليه بلادر اند سون اللي حواليه، ومثلا اديله 28 في 180، وعاوز اعرف يكافئ قد ايه جلسات عشان اديله كونفنشنال ميتينات. عايز معلش ما سمعتش. وعاوز اعرف كم فراكشن عشان اديه كونفنشنال ميتينات يعني الطبيعي. طب السؤال، انا بختار الفا بيتا ريشيو من البابليشت على اساس التيومر، يعني عاوز اعرف الالفا بيتا بتاع التيومر ولا بتاع الهيلث تيشوز اللي حواليه؟ ده سؤال كويس برضو اللي بيساله الدكتور محمود. بيقول لي دلوقتي انا عندي لما اجي احط الالفا اوفر بيتا في الاكزام، يعني انا دلوقتي لما عملت التو سكيدولز ديت خدت حسبتها للاثنين، بس احنا غالبا في الروتين ورك بتاعنا، انا طبعا دوت حسبه للمحاضره يعني علشان الناس تبقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي، انما احنا في الكلينيكال او في الكلينيك بنبقى بنحسبها يا اما للتيومر يا اما للكريتيكال اورجان. دي بقى مدرسه، في دكتور غاوي
أو 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 بيحب دايما إن هو يحافظ أكتر على الكريتيكال أورجانز, ما حصلوش رياكشن حتى لو كان ده على حساب شوية الإفكت على التيومر. في واحد تاني العكس يقول لك لا, أنا اللي عن اللي ليا إن أنا أقضي على كل الملجنت سيلز وعلي الإفكت جدا على التيومر حتى لو ده كان على حساب شوية رياكشن هتحصل. فدي مش دي ده this is not a common decision. في دكتور بيمشي على المدرسة دي وفي دكتور بيمشي على المدرسة دي, وانت كفيزيسيست هتعمل الحسابات او كنايب مثلا صغير في الكلينيك اللي هتعمل الحسابات او مدرس مساعد اللي هيعمل الحسابات بياخد الديسيجن من الدكتور. الدكتور هو اللي بيقرر التيومر او اورجان ات ريسك, يعني احسب المعادله اعمل لي الحسبه دي للتيومر او اعملها لي للكريتيكال اورجان. وبرده ما انت عندك, طب يعني الاكزامبل ده بتاع البروست اشمعنا خدنا الريكتم, طب ليه ما خدتش البلادر؟ صحيح تمام. يعني ما انت شايف لا الافكتس اكتر بيقابلك في حالاتك دايما في الريكتم, هو ده اللي انت خايف عليه. البلادر ما بيحصلش افكت كتير مثلا, فلا سيب انسى البلادر دي دلوقتي خليك في الريكتم. تمام تمام وهكذا يعني. طب. دي بتبقى حسب الديسيجن بتاع الطبيب المعالج وخبرته من الحالات. تمام دكتور, بس اسمح لي اسال دكتور اسمها بس كانت عايزه تقول حاجه. هنا الدكتورة سمية بتقول نقطة تانية خالص دي برضو ممكن تقابلنا في آخر اللي أو أعتقد إحنا ما عملناهاش, يعني إحنا لقينا الوقت هيعدي فما حطيناهاش في المحاضرة النهاردة, اللي هو نقطة الري الراديشن. بتقول ممكن يكون الدكتور أصلاً كان خايف مثلاً على الريكتم لأنه واخد دوز قد كده. فإحنا النهاردة مأجلين حتة الري الراديشن ديت لأن هي هتحتاج يوم طويل أو لوحده, فمش هنتكلم كتير عنها النهاردة يعني. طيب السؤال التاني بسرعة كده يا دكتور, وجهات النظر وإحنا بنحدد الأورجان اللي هنشتغل عليه. أيوه محمد سريعا برضو يعني بمناسبة طيبة دي, لو يمكن هي مش وقتها في المحاضرة بس بالمرة عشان ناخد منها القول الفصل في هذا الأمر. لو عيان بياخد مثلا جلسات وخلص الكورس بتاعه وجيه بعد سنة وحصل ريكارنس, أنسى اللي خده ولا ابدا من الصفر؟ لا دي بقى انا عارف الموضوع كبير بس هل مثلا القول السريع في هذا الامر عايز يوم لوحده مستقل خالص حكايه الري الراديشن دي مش هنقدر نتكلم عنها النهارده لان دي عايزه موضوع يعني طويل قوي لازم نتكلم عنه بان ديتيلز يعني. شكرا يا زينه فندم. بس احنا عاملين حسابنا انا ودكتوره سمية مجهزينه برده ليمكن ايفنت جديد تانية ان شاء الله قريبه نبقى نتكلم فيها. طب افتح الميكروفون بتاعك. انا بكمل على كلام الدكتور محمود. في حاله الري الراديشن انا لازم احسب البي اي دي للاستراكشر الكريتيكال استراكشر, يعني قبل ما الدكتور يقرر يختار السكادول اللي هيمشي عليه في حاله الري الراديشن وتفر بعد قد ايه. بيحصل كمان ان العيان ياخد كورس معين وبعد اقل من 2 مانس, يعني ما بيبقاش في بيريود بعيده بين الفيرست سكادجول والتاني, ويجي نبقى في منتهى الحرص عايزين نعرف اللي وصل للاورجان ده قد ايه. هنا لازم احسب البيولوجيكال افكت واقول للدكتور النتيجه كام للاستراكشر ات ريسك دي, احسب لها البي اي دي واقول له عشان هو ياخد في اعتباره الديسيجن بتاع البريسكريبشن هتبقى ماشيه ازاي. طيب ننقل على حاجة تانية. هنا اكزامبل اهو بيقول كالكوليت وات اديشنال دوز كان بي جيفن تو ا بروستيت تيومر وين دوز برفراكشن از ريديوسد فروم 2 جراي تو 1.8 جراي. الدكتور بيعالج العيان اثناء العلاج مثلا او من خبرته مع العيانين السابقين اللي قبليه, لانه هو لما بيعالج بالاتنين جراي بيحصل مثلا دائرية بيحقل العيانين بيحصل مش اي 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 افكت ممكن يحصل سواء على ريكتم على بلادر او واتيفر. فقرر ان هو يقلل الدوز برفراكشن من 2 جراي ل 1.8 جراي. وافترضنا هنا برضو ان احنا هنحسبها للريكتم لانه واضح ان هو الديسيجن ده اتاخد بناء على ريكتال رياكشن.
ايوه لا ايوه اتفضلي. معلش برضو استخدام الميكروفون لو سمحت يا ولاء، عشان بصي تعالي اقعدي على اليمين بقى كده جنب الميكروفون احسن. افتح المايك. هو بس بالنسبه للالفا وبيتا ريشيو، لو انا بحسب كريسك ستراكشر هتخت... مثلا سي ريكتم، ريكتم مره عندي تيومر ومره عندي ريسك ستراكشر، الالفا بيتا بتختلف كونه كتيومر عن كونه ريسك ستراكشر؟ هو مجرد ان هو بقى ريكتال تيومر بقى حاجه مختلفه خالص، يعني الالفا بيتا ريشيو قيمتها مختلفه لانها بقت ميوتيتد سيلز وحصل لها يعني بقت انا قصدي في في التيبل في الجداول بتاعه الالفا بيتا ريشيو بيبقى في فرق يعني ما بين يعني ده ريسك ستراكشر وده للريكتم للهيلثي ريكتم غير الالفا اوفر بيتا ريشيو لل... وبعدين مش بس كده، لا يعني مش بس هتبقى الفا بيتا ريشيو للهيلثي ريكتال ريكتم غير التيومر، لا ده كمان للاند بوينت نفسها يعني يعني لنفس الهيلثي ريكتم. تمام. زي السكين مثلا، ده اكبر اكزامبل. اوكي. السكين مثلا الريدنينج الفا بيتا ريشيو بتاعته غير مثلا الويد سكواميشن، غير مش عارف الدراي سكواميشن، غير وغير، كل اند بوينت لها الفا اوفر بيتا ريشيو غير التاني. تمام شكرا يا دكتور. يبقى هنا هنا انت دايما حتى لما هتيجي تطلعي التيبلز بتاعت الالفا والبيتا، انا كنت للاسف حطيتها في 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 المحاضره او في السلايدز، بس برضو خوفا من الوقت فشلناها واختصرنا شويه. لو بصيتي للجداول بتاعت الالفا والبيتا ريشيو مش هتلاقي مكتوب مثلا الريكتم كذا والبلادر كذا، لا ده انت هتلاقي مكتوب للريكتم الاند بوينت بتاع كذا الفاليو كذا، الاند بوينت كذا الفاليو كذا، هتلاقي كل اورجان مكتوب مجموعه اند بوينتس كل واحده بالفا اوفر بيتا ريشيو غير الثانيه. تمام اوكي شكرا. دي كمان مش بس انها تبقى تيومر او هيلسي. شكرا حضرتك. اوكي هنا بنقول هنحسبها للالفا اوفر بيتا ريشيو بيساوي 3 جراي لما الدوز تبقى جيفن 2 جراي ان 70 فراكشن. هنا بقى بصوا يا جماعه برضو الاكزامبل ده احنا قلنا قبل كده في لما في بدايه المسائل قلنا ناخد بالنا ان كل الاكزامبلز احنا لغايه دلوقتي ما حدش فينا جاب سيره تايم خالص. ليه؟ لان احنا معتبرين نفسنا يا بنتكلم على ليت ريسبوندنج تيشوز يا اما بنتكلم على تيومر الريبوبليشن بتاعه بيبتدي بعد ما بنخلص. فهنا انا بتكلم على فيري لونج كورس، كورس كام 76 جراي، يعني هتتاخد في كام؟ في 7 اسابيع، يعني الريبوبليشن ابتدى ونص بس. هنا فور اديوكيشن او فور اديوكيشنال ريزونز يعني هنقول هنفترض ان التايم افكت بلاي نو رول، مش هناخد بالرغم ان هو فيري لونج سكيدول واكيد حصل ريبوبليشن، بس هنفترض ان مفيش رول للتايم في الاكزامبل ده. بعد كده هنبقى نرجع للتايم فاكتور في الاكزامبلز اللي جايه ان شاء الله لما نتكلم على لينير كوادراتيك ويز تايم فاكتور. فعايزين نشوف المساله دي هتتحل ازاي. هنا برضو هنتكلم على الاسامبشن ان طبعا ان هي التايم فراكشنز برضو في احنا اتكلمنا على الاوفر اول تريتمنت تايم وقلنا ان لغايه دلوقتي كل الاكزامبلز اللي اتكلمنا عنها مفيش رول للتايم للاسباب اللي قلناها. وبرضو هنا في كل الاكزامبلز اللي اتكلمنا عنها او يمكن بعض الاكزامبلز اللي جايه كمان بنفترض ان في فول ريبير بيحصل في الانتر فراكشن تايم. يعني انا عملت انتر فراكشن تايم ما بين الجلسه وبعضها، يعني انا اديت النهارده جلسه، نفترض ان انا هدي جلستين في اليوم، حتى جبت العيان ياخد الجلسه الصبح وجلسه بعد الظهر، لازم يكون المسافه او التايم فاكت او التايم انترفال اللي ما بين التو فراكشنز يكون اتليست 6 ساعات. انا شخصيا بقول بحب اقولها 8 ساعات مش 6 ساعات كمان، يعني لان برضو يعني انا اشتغلت في الحته دي لما كنت بره مصر،
كنا بنلاقي لما بنشتغل برضو عن 6 ساعات ستيل في شوية رياكشن كده. 8 ساعات أأمن شوية من 6 ساعات، وخصوصا لو في إمكانية ان احنا نعمل كده. لو انت هتدي 2 فراكشنز بير داي بس، ادي 8 ساعات. الست ساعات بنعملها امتى؟ لما يكونوا 3 فراكشنز بير داي، ودي ما حدش بيستخدم 3 فراكشنز بير داي ديت غير الناس بتوع لندن اللي هما بيعملوا السكيدول اسمه تشارت، يمكن تيجي سيرته بعد كده في اكزامبل من الاكزامبلز. فهنا هنشوف هنا بيفترض في الاسامبشنز دي ان مفيش ريبيبليشن حصل، والريبير فور ريبير في الانترفراكشن تايم. هنشوف هنا بقى الاكزامبل ديت، هنحسب البي اي دي لكل سكيدول من السكيدولز اللي معانا. فهنحسبه الاول للريكتم، فهنا اهو 35 فراكشن في 2 جراي اهو، يبقى دي 35 في 2 زائد 1 على في 1 زائد 2 على 3. 3 ديت اللي هي الالفا اوفر بيتا ريشيو، تطلع 117 جراي للريكتم، ودوت في حاله الالفا اوفر بيتا ريشيو بيساوي 3. بعد كده هنحسبها للسكيديول التاني، لان هو في المساله لو تلاحظوا في هنا قال لي احسبها للريكتم، فانا مش هحسب للتيومر دلوقتي. لما استخدم بقى السكيديول التاني اللي هو الالفا الفراكشن سايز بتاعته 1.8 اهو، البي اي دي للريكتم في 1.8 جراي بير فراكشن، هتبقى انا عايزها تبقى ايه. هنا خدوا بالكم من الاكزامبل ده يا جماعه، انا عايزها تبقى ايزو افكتيف للسكيدجول اللي فات. يعني عايز البي اي دي تطلع كام؟ تطلع نفس الفاليو بتاعت السكيدجول اللي فات، اللي هي ال 117 اللي طلعت فوق دي اهي، ادي ال 117 اللي فوق، عايزها تبقى هي نفسها اللي موجوده هنا. فتبقى ال 117 ديت هتساوي دي في 1.8 زائد 1.8 على 3. لما نكمل الحسبه بقى، 117 في الكلام ده كله هتطلع الدي ب 40.5 دوت ده النمبر اوف فراكشنز، او الفراكشن التوتال دوز هتبقى 73. يعني هنا 73 على 1.8 بير فراكشن، ده التوتال دوز. هنا ناخد بالنا من حاجة مهمة، ان احنا بقى برضو عندنا النمبر اوف فراكشنز هتبقى زيادة، ان بعد ما كنت في الاكزامبل اللي فاتت بستخدم 36 فراكشن او كانوا كام 35 فراكشن، هنا بقى 40 فراكشن. اوكي، فعلشان قللنا الدوز بالفراكشن. فلو انا عايز احافظ على الاوفر اول تريتمنت تايم، فممكن اجي في اخر اسبوع ادي جلستين في اليوم، او في اخر اسبوعين ثلاثه ادي كمان تريتمنت ديورنج الويك اند، ما اديش ويك اند للعيان. فكل الحاجات دي ممكن ناخدها في الاعتبار. هنا برضو اكزامبل تاني هنحسبها، بيقول the difference in BED for prostate tumor by going from 70 ل 73. ده نفس بيتكلم لسه على الاكزامبل اللي فات. يعني احنا حسبناهم، يعني احنا في الاكزامبل اللي فات لما عملنا الحل كان السوليوشن عاملينه ايزو افكتيف بالنسبه للريكتم، كانوا التو سكيدجولز جيفينج 1.117 كان ولا 170 117 بي اي دي يونت في التو سكيدجولز، يعني الاثنين ايزو افكتيف تماما بالنسبه للريكتم. فانا عايز اشوف هنا هيعملوا ايه بالنسبه للتيومر، مين فيهم اللي هيبقى مور افكتيف للتيومر او ليس افكتيف للتيومر. فهنا التيومر اللي هو الالفا اوفر بيتا ريشيو بتاعته 1.5. طبعا هنا انا اتوقع حاجه يا جماعه من قبل ما احسب، عشان برضو يعني ايه، في ساعات بنبقى عايزين ناخد الديسيجن، العيان تعبان او قاعد بره يزن هو وقرايبه ومش عارف ايه، وعايز اخد الديسيجن في دقيقه، مش هقعد اعمل الحسابات دي كلها.
انا بتكلم على الفا اوفر بيتا تساوي 1.5، يبقى اتوقع مين اللي هيبقى مور افكتيف، اللي الفراكشن سايز بتاعه اعلى من غير ما احسب، بس اعلى قد ايه بقى، هادي اللي عايز الحسابات. انما انا من غير ما احسب على طول كده، يعني مش يعني احنا عارفين دايما للليت ريسبوندنج تيشو بالذات كل ما زودت الفراكشن سايز كل ما الافكت زاد، حتى لو زودتها 0.1. فهنا مجرد ان انا زودت او قللت من 2 ل 1.8 اتوقع ان الفراكشن سايز الافكت هيقل. فهنا لما نيجي نشوف البي اي دي طلعت بالنسبه لل التيومر اللي هو 1.5 طلعت 163، ده الاول الاصلي الكونفنشنال، انما في الانكونفنشنال طلعت 162، الاثنين اولموست ذا سيم، بس ثيوريتيكالي سبيكينج الثاني اقل لان انا نزلت الفراكشن سايز من 2 ل 1.8. اوكي، فهنا من 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 الاثنين طلعوا تقريبا قريبين جدا من بعض، فاقدر اغير السكيدول وانا مطمن ان انا حافظ على الريكتم ومن غير ما اقلل الافكت على التيومر. اكزامبل تاني اهو، احنا على فكره معلش، هو واضح ان السلايد دي كانت المفروض تبقى قبل اللي فاتت، لان هي دي السلايد دي بتاعت الاكزامبل اللي فات، معلش انا اسف لل في اكزامبل هنا. هنا بقى هنخش على حاجه جديده خالص. احنا في في الاكزامبلز اللي فاتت يا جماعه كنت دايما بقول لكم الفراكشن سايز قد كده، بقول لكم انا هغير من 2 ل 2.67 او من 2 ل 3 او من 4 ل 2، كنا دايما بنبقى عارفين الفراكشن سايز وبنحسب النمبر اوف فراكشنز او التوتال دوز قد ايه، ده كل اللي عملناه في كل الفراكشن في كل الاكزامبلز اللي فات. هنا هنخش على اكزامبل بقى او على طريقه تانية جديده اصعب شويه، يعني هنخش نروح بقى فارزر كده، ايه ستيب على حسابات مور كومبليكيتد شويه، مش كومبليكيتد يعني اصعب من اللي فاتت شويه، ان انا مش هحدد الـ مش عارف الفراكشن سايز. انا جيت قلت دلوقتي يا جماعه انا عندي جهازين في الاسم، وده واقع بنقابله كل يوم ومش عايزين نقول موجود فاني قسم من الاقسام دلوقتي، الجهازين اللي عندنا دول واحد منهم باص خلاص، فهنتصرف ازاي؟ ان انا بدل ما بعالج 100 عيان في الاسبوع اخليهم 200 في الاسبوع. طب ازاي؟ ان انا بدل ما بعالج كل عيان 5 جلسات في الاسبوع هعالجه 3 بس واشتغل 6 ايام بدل 5، يبقى انا عملت دبلنج لعدد العيانين اللي عندي. ومنتهى البساطة اعملها ازاي دي بقى، ان انا اجي اقول انا هغير الفراكشن سايز من كذا الى كذا، فانا اللي بحدد الفراكشن سايز مش مستني حد يحسبها لي، بقول غير لي او سوري بحدد النمبر اوف فراكشنز، مش بحسب يعني في اللي فات كنت بحسب النمبر اوف فراكشنز، هنا لا انا عايز انا اللي احدد النمبر اوف فراكشنز، بدل ما ادي 25 جلسه لحالات البريست هدي 15 جلسه واحسب لي بقى الفراكشن سايز، ده اللي هنعمله في الاكزامبلز اللي جاي. فهنا مثلا بيقول احنا عندنا هايبر فراكشنيشن سكيديول، في 2 فراكشنز هندي العيان 2 فراكشنز بير داي، طبعا ده ما ينفعش في الاكزامبل اللي انا قلته لما يكون عندي ماشين بايظه، انما دوت اكزامبل هنشوف ايه الفايده بتاعته، يعني هندي 2 فراكشنز بير داي بس بشرط طبعا، وده شرط دوت يعني قائم لاي حاله هتاخد باي فراكشنز بير داي،
اللي هو لازم يكون الانتر فراكشن تايم at least 6 hours، وان كان 8 يبقى افضل. هندي 60 فراكشنز في 6 اسابيع، 2 فراكشنز بير داي زي ما قلنا، وعايزينها تبقى اكوفلنت لل 60 جراي في 30 فراكشنز. يبقى انا هنا محدد التوتال دوز والنمبر اوف فراكشنز، انما ما اعرفش الفراكشن سايز هتبقى قد ايه. هنحسبها مرتين، مره للتيومر بيساوي الفا اوفر بيتا بتساوي 10، ومره للليت ريسبوندنج تيشوز الفا اوفر بيتا بتساوي 2.5. فهنبتدي الاول حساباتنا بالنسبه للتيومر اللي هو الفا اوفر بيتا بيساوي 10 جراي. هتبقى القانون اللي هنستخدمه اللي هو القانون اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو الاي بتاع الايزو افكت، ان دي ان 1 دي 1 يساوي في 1 زائد دي 1 على الفا اوفر بيتا يساوي ان 2 دي 2 في 1 زائد دي 2 على الفا اوفر بيتا. هنبتدي نعوض. احنا عندنا الكونفنشنال سكيدول بتاعنا كان 30 فراكشن، يبقى ان ب 30 والفراكشن سايز 2، في 1 زائد 2 اللي هي الفراكشن سايز على 10 اللي هي الالفا اوفر بيتا، هيساوي 60 في دي. دي بقى 2 ديت هي اللي انا ما اعرفهاش، هدي اللي لسه انا عايز احسبها، في 1 زائد دي 2 على 10. هتطلع المعادله بالشكل دوت، الطرف ده هيبقى 72 والطرف ده هيبقى 60 دي في زائد 6 دي سكوير. فاصبحت المعادله عندي بالشكل اللي قدامنا ده، 6 دي سكوير زائد 60 دي ماينس 72 يساوي 0. عايز احل المعادله دي، ما هياش سهله بقى زي اللي فاتت اسمه وضرب وبتاع، لا ده فيها معادلات كوادراتيك ايكويشن عايزه تتحل. فالكوادراتيك ايكويشن بتبقى عندنا بالشكل ده، ده الشكل الكومن للكوادراتيك ايكويشن، بيقول ان اي اكس سكوير زائد بي اكس زائد سي يساوي 0. طبعا الدكاتره هيقوموا يضربوني دلوقتي انا عارف يعني. ف حل المعادله دي بيقول ايه؟ بيقول ان الاكس بيساوي ماينس بي زائد الجذر التربيعي لبي سكوير ماينس اي ماينس 4 اي سي على 2 اي. خلاص هناخد هنا تبقى من المعادله اللي احنا وصلنا لها في السلايد اللي قبل كده، كانت الاي بتساوي 6 والبي بتساوي 60 والسي بتساوي ماينس 72. هعوض في المعادله الجذريه ديت اللي هي ده اهي، هعوض هنا هتبقى المعادله عندنا بالشكل ده. هنوصل في الاخر بعد ما نعمل كل التعويضات دي وكل الحسابات دي، هتبقى الدي ب 1.08 جراي. دي الفراكشن سايز اللي احنا هنعالج بيها العيان لما هنديله جلستين في اليوم. والحسابات دي معموله فور الفا اوفر بيتا equals 10. اوكي طيب ناخد بالنا، يا ريت يا جماعه تصوروا او تكتبوا الايكويشن دي، لان مش كل الناس فاكره السوليوشن بتاع الكوادراتيك ايكويشن. اوكي هنا ادي عندي الـ هعمل نفس الاكزامبل ده برضو للالفا اوفر بيتا تساوي 2.5 جراي. خلاص هتبقى برضو نفس القصه، هنعوض في المعادله بتاعه الايزو افكت اهي اللي هي ان 1 دي 1 في 1 زائد دي 1 على الفا اوفر بيتا يساوي ان 2 دي 2 في 1 زائد دي 2 على الفا اوفر بيتا. وفي الاخر بعد ما اعوض ال 30 و2 والكلام ده كله هوصل بنفس الشكل اللي عملناه في اللي فاتت، كل الاختلاف بس ان انا مغير الالفا اوفر بيتا، كانت اللي فاتت كانت 10 وهنا 2.5. هتبقى المعادله في الاخر اللي هوصل لها الكوادراتيك ايكويشن اللي هوصل لها بتقول ان 24 دي سكوير زائد 60 دي ماينس 108 يساوي 0. برضو هرجع اهي المعادله اصبحت عندنا كوادراتيك ايكويشن بالشكل ده، حلها هو دوت. هيبقى عندي هنا الاي بيساوي 24 والبي بيساوي 60
والسي بيساوي ماينس 108 عوض في المعادله دي هيوصل في الاخر لانها تبقى 58 على 48 تطلع 1.21 جراي بير فراكشن. بصوا يا جماعه هنا الفرق قد ايه من 1 او 1.04 ل 1.2 لمجرد ان انا غيرت الالفا اوفر بيتا ريشيو من 10 ل 2.5. طبعا دي 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 اسخف حل معادلات اللينير كوادراتيك اكويشنز لان بقى فيها جذور وتربيع وبتاع وحاجات طبعا من الناس اللي من ثانوي او من اعدادي نسيوها فطبعا عشان كده بتبقى سخيفه شويه بالنسبه للدكاتره بالذات. برضو هنا تاني اكزامبل تاني الاكزامبل اللي فات انا كنت بتكلم على هنا طب نرجع بس للاكزامبل اللي فات احنا في حاجه بصوا يا جماعه هنا ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي ولا دي لسه لا دي لسه في سلايدز بعد كده ان انا كنت عايز اوريكم ازاي الهايبر فراكشنيشن بيبقى بالرغم ان انا قللت الفراكشن سايز بس بتبقى مور افكتيف ده بس دي لسه هتبقى قدام شويه. احنا كنا فيه انا برجع ولا ايه ايوه كنا هنا ايوه طيب اوكي ده اكزامبل تاني نفس اللي هعمله في يعني قريب من اللي فات برضو ان انا عندي سكيديول 50 في 25 على 25 فراكشن عايز اجيب الايزو افكتيف لو لو هعالج بهايبو فراكشنيشن مش هايبر هايبو يعني هخلي النمبر اوف فراكشنز اقل تبقى 15 فراكشن وهو ده المور براكتيكال الحقيقه وده اللي بيقابلنا كتير لان ما اعتقدش ان في اي سنتر في مصر بيستخدم في الوقت الحالي الهايبر فراكشنيشن استخدمناه زمان في اواخر الثمانينيات وفي التسعينيات وكده ولقينا ان هو مش يعني ما ادناش يعني الحاجه المرغوب فيها اللي احنا كنا بنأملها منه يعني فرجعنا تاني للكونفنشنال انما اللي بنلجا له كتير جدا فعلا وده اللي احنا بنحتاجه بالذات في الظروف اللي كانت مرت بينا مثلا في السنين اللي فاتت ايام الكوفيد واللي وبرضو مع اعطال الاجهزه والحاجات دي كلها هو الهايبو فراكشنيشن فعلا ولذلك في دكاتره كتير دلوقتي جدا بالنسبه لحالات البريس بالذات بتحب تعالج في ال15 فراكشن على طول اللي هو ال40.05 ان 15 فراكشنز دي ده موست يعني من الحاجات الفيري كومن دلوقتي ان راديو ثيرابي في البريس بالذات فلو انا عندي هعالج 50 جراي على 25 فراكشن عايز اخليهم يخلص بدل ما يخلصوا في 5 اسابيع هيخلصوا في 3 اسابيع 15 فراكشن والعيان يسافر او ان انا اعمل دبلنج للعدد العيانين اللي انا بعالجهم عندي في الاسم او كده فهحسبها للالفا اوفر بيتا بيساوي 10 وللالفا اوفر بيتا بيساوي 2.5 أو برضو بنفس الطريقة اللي عملناها المرة اللي فاتت ادي الايزو افكتيف اكويشن اهي ان 1 دي 1 زائد 1 على دي على في زائد دي على الفا اوفر بيتا هيساوي ان 2 دي 2 في 1 زائد دي 2 على الفا اوفر بيتا فهنعوض بقى بال25 وال2 هنا في الطرف ده وبال15 ولسه دي 2 دي انون بالنسبه لنا فهنوصل لان المعادله هتبقى بالشكل ده 1.5 دي سكوير زائد 15 دي ماينس 60 يساوي 0 وهنشوف برضو نحل المعادله ديت بالكوادراتيك ايكويشن زي ما عملنا في اللي فاتت ادي المعادله اهي وادي حلها وادي الفاليوز بتاعتنا ايه بتساوي 1.5 وبي 15 وسي
ماينس 60 هعوض هنا هتوصل في الاخر انها تبقى 3.06 جراي. ده الفراكشن سايز لو غيرت من كونفنشنال الى هايبو فراكشنيشن. برضو هحسبها بنفس الطريقة للألفا أوفر بيتا بتساوي 2.5. هنوصل لأن هنا الـ A هتبقى بستة والـ B بخمستاشر والـ C بناقص 90 وتوصل في الآخر الحل إلى أن هو هيبقى 2.82 جراي. طبعا هنا ده بالنسبة للألفا أوفر بيتا بيساوي 2.5 فعشان كده طلعت الفاليو اقل من اللي فاتت اللي كانت الالفا اوفر بيتا ب10. طيب ناخد بريك بس كده ايه 5 دقايق او 10 دقايق ناخد نفسنا شويه وبعدين نكمل ولا نقف عند هنا وبعدين نكمل بقى في نخش على التايم فاكتور. اوكي ناخد 10 دقايق بس يا ريت ما نتاخرش قوي لان احنا واضح ان احنا مش هنلحق نخلص كل اللي احنا عايزين نقول. لسه بره يا جماعه ولا نبتدي؟ طيب ده برضو اكزامبل على التشينج اوف فراكشن سايز هو مشابه قوي للاكزامبل الاخيره اللي اتكلمنا عنه. بيقول برضو ان احنا عندنا سكيديول اللي هو 25 فراكشنز 50 جراي 25 فراكشنز عايزين نحوله الى 13 فراكشنز بس برضو in 5 weeks. هنا برضو بأكد تاني على كلمة in 5 weeks في two fractionation schedules. ده ال 25 فراكشن كانوا في 5 weeks وال 13 فراكشن دول برضو هيبقوا in 5 weeks. ده معنى كده ان احنا we will not apply any time factor في حل الاكزامبل ده لان احنا ما غيرناش التايم. برضو هندي هنا طب واحد يقول لي طب ال 13 فراكشن دول هخلصهم ازاي في 5 اسابيع؟ هندي في يوم بعد يوم فما فيش مشكله خالص في كده. ف نحاول نحسب مع بعض ال السكيديول دوت انتوا تحسبوه ونشوف هتعرفوا تطبقوا الكوادراتيك ايكويشن اللي شرحناها في قبل كده ولا لا. هنا هيبقى الفا اوفر بيتا عندنا للتيومر 4 جراي وللليت ريسبوندنج تيشوز اللي هي غالبا هنا هتكون اللنج هتبقى 2 جراي. انا عايز بس اقول انبهكم لحاجه يا جماعه مهمه قوي كانت برضو الدكتورة سمية نبهتني ليها ان احنا عايزين نتكلم عنها بس للأسف برضو دي الوقت مش هيخلينا نقدر نجيب سيرتها كتير وهي الكونسترينز اللي بنستخدمها في الاي ام ار تي والرابيد ارك والفي مات والحاجات دي كلها. طبعا انتوا عارفين لما بنيجي نستخدم الكونسترينز الكونسترينز اغلبها اللي احنا بنطبقها في شغلنا بتبقى محطوطه للكونفنشنال سكيدولز يعني كونفنشنال فراكشنيشنز اللي هي 2 او 1.8 جراي بير فراكشن. انما لما نحول يعني مثلا في حالات البريست ده الموست كومن اللي انتوا بتعملوه بدل ما هحسب 50 فراكشن او 50 جراي على 25 فراكشنز هحولهم ل 40 جراي in 15 fractions. كلنا عارفين التو سكيدولز دول بنستخدمهم في الديلي كلينكس بتاعتنا. هل نفس الكونسترينز اللي انا استخدمتها لل 50 على 25 هي نفسها اللي هستخدمها لل 40 على 15؟ بالطبع لا على راي عبد الوهاب يعني. فانما ايه اللي هعمله هحولها برضو بنفس الطريقة اللي احنا استخدمناها في الاكزامبلز اللي فاتت دي كلها. لو ان شاء الله جت فرص تانية ان احنا نكمل اللي ابتديناه النهاردة هنتكلم برضو عن الحاجات دي باستفادة. وبرضو مشكورا الدكتور محمد صابر اتفق لنا النهاردة على في المؤتمر بتاع الدكتور هشام الغزالي اللي بيتعمل في شهر يناير
هناخد سيجن برضو لسه ما اتفقناش على هتبقى ساعتين ولا هتبقى اكتر، بس هناخد فيها سيجن اللي مش هنلحق نقوله النهاردة هنكمله في الوركشوب اللي هتتعمل في مؤتمر الدكتور هشام، وعليكم خير ان شاء الله في شهر يناير. وبرضو هيكون معانا الدكتورة سمية والدكتور محمد والدكتور خالد، وكلنا هنكون موجودين مع بعض نكمل بعض ان شاء الله. نرجع تاني للإكزامبل بتاعنا. احنا عندنا سكيديول 25 على 25 فراكشنز، هنحوله الى 13 فراكشنز بس. عايزين نعرف الفراكشن سايز هتبقى قد ايه، سواء للتيومر اللي هو الالفا اوفر بيتا ريشيو بتاعته باربعة، او للليت ريسبوند تيشو اللي هي الالفا اوفر بيتا بتاعتها باتنين جراي. تحسبوها ولا عايزين تفتكروا شكل المعادلة اللي انا عايز بس ما تكونش فيها ارقام عشان ما لخبطهمش. نعم دي هنستخدم نفس الاكويشن ديت، دي اللي هنستخدمها وهنحولها الى كوادراتيك اكويشن بالشكل ده، وبعدين نرجع نعوض في الحل بتاع الكوادراتيك اكويشن. انتوا خدتوا الداتا من الاكزامبل اللي انا كنت حاطه ولا لسه ما خدتوهاش؟ طب نرجع له تاني اهو، ده الاكزامبل اهو الكونفنشنال جراي. اكتبوا كده بس المتغيرات دي كلها اللي انا همليها لكم. الكونفنشنال جراي 50 على 25 فراكشن، 50 جراي على 25 فراكشن. الان كونفنشنال بقى هيبقى 13 فراكشنز، والالفا اوفر بيتا للتيومر هتبقى 4 جراي، وللليت ريسبوندنج تيشوز هتبقى 2 جراي. وده المعادله اللي هنبتدي بيها اللي هي بتاعه المعادله بتاعه الايزو افكت اللي هي دي اهي. نعم. وبعدين ده الحل بتاع الكوادراتيك اكويشن بعد ما نكونها من الايزو افكتيف اكويشن اللي شفناها في السلايد اللي فاتت. ماشي الحل؟ هذه 2 طلعت بكام؟ العيان عايز يروح يا جماعة. في حد حل؟ كم؟ مش عارف ابص كده عندي.
2 و7 دي لايه؟ لانهي تشو؟ لا ما فيش ولا واحد من الاثنين فيه 2 و7. طب حد طلع الاي والبي والسي طلعوا بكام؟ خلوا بالكم الناس بتصوركم، يعني اللي هيطلع حاجة غلط هتبقى فضيحة يعني. ها مش سامع كام طلعوا؟ عملتهم لأنهي ألفا أوفر بيتا الأول؟ 4. طيب طلعتهم بكام بقى؟ أيوة ها ناقص 75. ماشي. طيب هتعوض بقى في المعادلة دي اللي هي بتاعت المعادلة الجذرية دي root square equation ديت. ما تزوغيش يا ولاء. وصلنا لحاجة يا جماعة عشان الوقت بس. طبعا هو مفيش حاجة جديدة عن يعني مختلفة عن الاكزامبلز اللي قلناها قبل كده، فبس هو جايز انت ما يكونش معاكم كالكوليترز تحسب الجذر ولا حاجة. فالA والB والC طلعناهم زي ما زميلكم قال 3 و25 و13 و-75. بعد ما هنعوض في الروت سكوير اكويشن ديت هتطلع الD ب 3.2 جراي. اوكي ده لما يكون الالفا اوفر بيتا ب 4 اللي هو تيومر يعني. بالنسبه للالفا اوفر بيتا ايكوال 2 اللي هو الليت ريسبوندنج تيشوز طلعت المعادله بالشكل ده اهي. الكوادراتيك ايكويشن اللي كوناها هتطلع بالشكل دوت. بعد كده لما هنيجي نحلها هتبقى الـ A بـ 6.5 والـ B بـ 13 وبعدين الـ C بـ minus 100 ويبقى في الآخر الـ D بـ 3.05 جراي. فبرضو هنا ناخد بالنا إن لو بصينا هنا في الحل الأولاني لما كانت الألفا أوفر بيتا بأربعة كانت الفراكشن سايز 3.2 جراي. لما استخدمنا ألفا أوفر بيتا باتنين بس طلعت 3.05. يعني طبعا دايما برضو لما تكون ألفا أوفر بيتا أقل بيطلع الفراكشن سايز أصغر. طيب هنا برضو ناخد بالنا وده السؤال اللي كان سأله الدكتور محمد صابر لما قال لي ان انا عايز اقلل الجلسات عن كده. طبعا هو بيفكر التفكير دوت ليه؟ لان فعلا بتقابله ساعات المشكله دي كتير ان هو جهاز عنده يبوظ فعايز يقلل عدد الجلسات عشان يقدر يعالج اكبر عدد من العيانين. بس دوت لازم هيبقى لنا ليميت، مش هنفضل نغير كده زي ما احنا عايزين. فالليميتس بتاعتنا هي ان لازم الابلكيشنز بتاع اللينير كوادراتيك موديل ده ما اقدرش اطبقه لفراكشن سايز اقل من 1.2 ولا الاكثر من 8 جراي. يعني في يعني لو انا هستخدم هايبر فراكشنيشن ما اقللش بقى عن 1.2. انما برضو لما اكون بستخدم الاستيريو تاكسي
في حالات الستيريو تاكسي، ودي دلوقتي بقت بعد ما ابتدى اللينير اكسلريتور يعمل لنا البودي ستيريو تاكسي، بقت نقدر نعالج حالات اللنج، حالات البرين، حالات كل الحالات دي بنقدر نعالجها كستيريو تاكسي تكنيك على اللينير، على اللينير اكسلريتور. بس ما اقدرش استخدم فراكشن سايز 8 فما فوق، ده الليميت بتاعي هنا 8. وطبعا احنا في من اسبوعين ثلاثة كده كان في ميتنج برضو في جامعة الازهر، واتكلمنا فيه على الراديو بيولوجيكال ليميتيشنز للستيريو تاكسي والحاجات دي، واتكلمنا على الكلام دوت. هنا بقى احنا كل الكلام اللي فات ده كنا بنتكلم على لينير كوادراتيك موديل وذاوت تايم فاكتور، انما الحقيقه احنا سنه 88 لاحظنا ان يعني كان لغايه سنه 88 ده اللينير كوادراتيك اللي معروف ومفيش غيره، مش مثلا زي دلوقتي احنا عندنا في لينير كوادراتيك وستايم فاكتور، بس ما بنستخدمش التايم فاكتور غير في بعض الاحوال اللي هي نقدر نستخدمه، بعض الاحوال ما نقدرش نستخدمه. انما لغايه سنه 88 ما كانش في تايم فاكتور في اللينير كوادراتيك موديل، لغايه ما كنت انا في وانا بعمل الدكتوراه بتاعتي في 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 اسكتلندا، وكان ده الاستاذ بتاعي كان اسمه توم ويلدون، عملنا زودنا تايم فاكتور على اللينير كوادراتيك موديل وحولناها للشكل اللي قدامنا دوت، اللي هو ان الاي هتساوي ان الفا دي زائد بيتا دي سكوير ماينس جاما تي. حطينا هنا الريبوبليشن اللي بيحصل ديورنج التريتمنت، وده اللي هيقلل لي الافكت، يعني بقى بالماينس ليه؟ لانه هو بيقلل لي الافكت. وبعد كده عدل، يعني ده اول ستيب عملناه في اللينير كوادراتيك موديل لما زودنا التايم فاكتور، وبعدين عدلناها تاني بان احنا حولناها الى الشكل ده، كمان دخلنا فاكتور تالت او فاكتور تاني غير التايم فاكتور العادي اللي هو الجاما تي، حطينا ماينس تي كي. ايه تي كي بقى دوت يا جماعه؟ يعني احنا بنقول لو العيان هيتعالج في اوفر اول تريتمنت تايم تي، هل الريبوبليشن بيبتدي من اول جلسه؟ في بعض الاحيان من اول، زي حالات مثلا هيدا النك بيبقى ال 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 انا في على فكره سلك هنا كل ما بخبط فيه بي 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 في ال 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 لو لو ال لو الريبوبليشن بتاع التيومر بيبتدي من اول جلسه او من تايم زيرو، بيبقى على طول المعادله بالشكل الاولاني اللي احنا حطيناه ده اللي هو ماينس جاما تي. انما في بعض انواع التيومرز لا، ما بتبتديش الريبوبليشن من اول يوم، بتقعد اسبوعين ثلاثه، الموست كومن بتبقى 28 يوم وتبتدي تعمل الريبوبليشن بعد 28 يوم دوت. التايم ده بنسميه الكيك اوف تايم، اللي هو التايم اللي تبتدي بعديه الريبوبليشن، وبتكون الموست كومن 28 يوم، وبالتالي المعادله اتحولت الى هذا الشكل اللي هو اي بتساوي الجزء بتاع اللينير كوادراتيك العادي اللي هو من غير تايم فاكتور، هنطرح منه جاما تي ماينس تي كي. والجاما دي ايه بقى؟ الجاما دي بتساوي ايه؟ بتساوي لين 2 على تي بوتنشال، اللي هو البوتنشال دبلينج تايم بتاع التيومر. فيبقى لين 2 على البوتنشال دبلينج تايم مضروبه في تي ماينس تي كي. يبقى لازم ابقى عارف مش بس الفا اوفر بيتا، وهنا عندي مشكله في المعادله دي. يعني احنا ساعه ما عملنا الايكويشن ديت، ناس كتير قوي زعلت مننا، قالت لنا انتوا هتدبستونا كده. احنا كنا في الاول عايزين نعرف فاكتور واحد اللي هو الفا اوفر بيتا، دلوقتي عايزين نعرف مش فاكتور واحد اللي هو الفا اوفر بيتا، لا ده بقوا اتنين تاني، رجعناهم اتنين تاني، بقى الفا اند بيتا، وعايز اعرف التي كي والتي بي. قالوا طب احنا هنجيب، يعني احنا مش عارفين نجيب اتنين، هنجيب اربعه ازاي؟ فابتدينا نعيد تشكيل تاني المعادله، وتحولت للبي اي دي اكويشن، قسمنا على الفا برضو تاني، فاصبحت لن، طبعا الجزء الاولاني اللي هو القديم اللي احنا كنا بنستخدمه عادي، ماينس لن 2
على الفا تي بوتنشال اللي هو البوتنشال دبلنج تايم في تي ماينس تي كي. التي كي معروفه لاغلب التيومرز وزي ما قلنا غالبا بتبقى يا اما 0 يا اما بتبقى 28. والالفا تي 1 على او لن 2 على الفا تي بي سموها كي اللي هو الريبوبليشن ريت بتاع التيومر، ولقيناه ان هو موست كومن فاليو بتاعته بتبقى 0.6 بير داي. اوكي ده اللي هو هنسميه كي فاكتور. البوتنشال دبلنج تايم اللي هو حطيناه كان في المعادله اللي فاتت ده تعريفه اللي هو الفاستست تايم اللي بيحصل ان التيومر يعمل دبلنج لاتس فوليوم. يعني لو قلنا البوتنشال دبلنج تايم بتاع اليوم بتاع التيومر مثلا شهر 1 مانث، يبقى ده اسرع وقت ممكن يتحول التيومر فيه السايز بتاعه الى الدبل. زي ما قلنا حولنا المعادله بقت بالشكل الاخير اللي هو اللي تحت ده اللي هو 1 زائد دي على الفا اوفر بيتا في 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 دي كابيتال او ان دي ماينس كي، وكي دوت اللي هو سميناه الريبوبليشن ريت واللي هو بياخد الفاليو اوف 0.6 بير دي. وبالتالي بقينا نستخدم البي اي دي اكويشن بالشكل الجديد دوت في حاله ما اكون هستخدم اللينير كوادراتيك موديل بان انا هغير التايم فاكتور بتاعي، وهيكون التايم فاكتور بعد التي كي، يعني هيحصل ريبوبليشن. يعني انا عديت الاوفر اول تريتمنت تايم بتاعتي، عدت التي كي ابتدى يحصل ريبوبليشن خلاص في التيومر. انما لو هو لسه نفترض ان انا بتعامل مع تيومر التي كي بتاعته ب 28 يوم وانا هعالج within 15 days خلاص يبقى مفيش تايم فاكتور، لان مفيش ريبوبليشن هيبتدي قبل ما اخلص العلاج. اوكي هنشوف الكلام ده هيبقى واضح اكتر في الاكزامبلز اللي هنتكلم عنها بعد شويه. ادي اكزامبل اهو هنا، ده السكيدول المشهور قوي اللي بيستخدم ان بريتن دلوقتي اسمه تشارت. تشارت دي اختصار كونتينيوس هايبر هي المفروض كونتينيوس اكسلريتد هايبر راديو ثيرابي، بس هم بدلوا الاكسلريتد مطرح الهايبر مطرح الهايبر عشان تبقى الكلمه اللي تتنطق يعني، فخلوها تشارت. سي جاي من كونتينيوس، اتش جاي من هايبر، ايه جاي من اكسلريتد، ار تي طبعا اللي هي الراديو ثيرابي. السكيدول ده مشهور قوي دلوقتي وبيستخدم كتير في 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 بريتن في الحالات اللي هي ده النك اللي هي الريبوبليشن ريت بتاعها بيبقى سريع وبتبتدي الريبوبليشن فيها فروم ذا فيرست داي او من داي زيرو. السكيدول ده بيكون من 36 فراكشن 3 تايمز بير داي، وطبعا بيبقى في طبق بيتاخد 3 جلسات في اليوم مش جلستين، 3 في اليوم و36 فراكشن، يعني كل الكورس هيخلص within 12 days there is no weekend. اللي في السكيدول ده مفيش حاجه اسمها weekend، العيان بيبتدي من اول يوم لغايه يوم 12 continuously مفيش اي بريك، عشان كده سميناها continuous. السي الاولانيه اللي جايه في كلمه chart دي جايه من كلمه continuous، مفيش بريك في continuity في في التريتمنت. هايبر لان انا بدي 3 جلسات في اليوم. اكسلريتد لان انا قللت الفرق الاوفر اول تريتمنت تايم جدا، قللته من الى 12 يوم بس بدل ما هدي 70، يعني هنا دوت ايكويفالنت ل 70 جراي ان 35 فراكشنز، قللته من 7 اسابيع ل 12 يوم. شوفوا قد ايه الفرق في الاكسلريشن، حصل اكسلريشن ليه كده. انا خليت قللت جدا جدا كميه الريبوبليشن اللي ممكن يعملها التيومر ديورنج تريتمنت. فدي احد مزايا السكيدول ده. بس طبعا هنا الكلام ده كله مشروط بحاجه مهمه، ان يبقى المينيمم انتر فراكشن تايم كام ساعه؟ 6 ساعات زي ما اتفقنا من اول دقيقه في المحاضره، ان مفيش حاجه اسمها انتر فراكشن تايم اقل من 6 ساعات واتيفر السكيدول.
فهنا كنا بنعالج 70 جراي ان 35 فراكشنز ان 49 ويكس، هنحولهم الى 36 فراكشن في 12 يوم بس. فهنا اصبح هنا هنحسبها لفور تيومر الالفا اوفر بيتا بتاعته ب 10 جراي والتي كي بتاعته زيرو، مفيش هنا ديلاي في الريبوبوليشن. التيومر بيبتدي الريبوبوليشن فروم داي زيرو، فدي برضو فاكتور مهم جدا. اللي هنا الكي كانت 0.6 بي اي دي يونت بير داي، فعايزين نحسبها للليت وهنحسبها مره، ده هنحسبها للتيومر اللي هو دي البارامترز بتاعته، ومره هنحسبها للليت ريسبوندنج تيشوز اللي الالفا اوفر بيتا بتاعتها ب 2.5 جراي. وهنا بقى ايه بقى الكي، انا بتكلم على الليت ريسبوندنج تيشو، هيبقى فيه ريبوبوليشن؟ مفيش طبعا ريبوبوليشن، هتبقى الكي بزيرو. وطبعا طالما الكي بزيرو يبقى مفيش حاجه بقى، مش هدور على التي كي طلعت بكام، لا في تي كي بزيرو ولا 28 ولا اي حاجه، لان اصلا مفيش ريبوبوليشن في الليت ريسبوندنج تيشو. ادي المعادله بتاعتنا بتاعت البي اي دي بتساوي ان 1 دي 1 في 1 زائد دي 1 على الفا اوفر بيتا ماينس كي في تي 1 ماينس تي كي. ديت ده طبعا بالنسبه للسكيدول الاولاني اللي لازم يساوي برضو البي دي للسكيدول الثاني اللي هي تبقى ان 2 دي 2 في 1 زائد دي 2 على الفا اوفر بيتا ماينس كي في تي 2 ماينس تي كي. طبعا بما ان تي كي هنا بزيرو هتبقى المعادله هتاخد الشكل ده، ان 1 دي 1 في دي 1 على في 1 زائد دي 1 على الفا اوفر بيتا ماينس كي تي على طول. والناحيه الثانيه هتساوي برضو نفس الكلام بس بالايه ان 2 ودي 2 ودي وهتبقى الكي بتي 2. نعوض بقى هنا في في المعادله بتاعتنا، هتبقى ان ب 35 ان 1 35 دي 1 ب 2 يبقى 35 في 2 زائد 1 في دي 1 اللي هي 2 على الفا اوفر بيتا هنا كانت ب 10 ماينس الكي قلنا ان هي 0.6 هتبقى ماينس 0.6 في الاوفر اول تريتمنت تايم اللي هو كان 49 يوم، هيساوي 36 دي 2 في 1 زائد دي 2 على 10 ماينس 0.6 في 12 اللي هي 12 يوم بتوع التشارت. هنحل المعادلتين دول مع بعض هيطلع عندنا 3.6 في دي 2 في دي سكوير زائد 36 دي ماينس 61.8 من 10 يساوي 0. هناخد برضو المعادلة الكوادراتيك الالجبر كوادراتيك كويشن دي نحلها هتبقى بالشكل ده، وهتبقى هنا الـ A عندي 3.6 والـ B 36 والـ C ماينس 61.8 من 10. لما أعود بقى في المعادلة دي كلها هنا الـ D 2 هتطلع 1.49 جراي، يعني أنا هدي للعيان 1.49 جراي بير فراكشن ثلاث مرات في اليوم لمدة 12 يوم يعني 36 فراكشن، هيبقى أيزو إفكتيف للسبعين جراي اللي احنا كنا المفروض ندهم له in 35 fractions in 49 days. هنعمل نفس الكلام للألفا أوفر بيتا ريشيو يساوي 2.5 جراي. في الحالة دي الكي بزيرو، أنا بتكلم دلوقتي أنا بحسب ليت ريسبوندنج تيشو، الألفا أوفر بيتا بتاعته هتكون 2.5 والكي زيرو، مفيش ريبوبوليشن هنا في الليت ريسبوندنج تيشو، فمش هحط تايم فاكتور خالص. فنرجع تاني نستخدم المعادلة بتاعت الايزو افكت العادية خالص اللي هي without time factor اللي هي تطلع بالشكل اللي قدامنا دوت، ولما عوض فيها تحولت المعادلة الى الشكل اللي تحت ده. هاخدها واروح بيها على الالجبريك كوادراتيك اكويشن اللي هي اللي فوق دي
ويبقى الروت سكوير بتاعها هو ده، وعوض بقى هنا بالالفا بتساوي 14.4 من 10 والبي ب 36 والسي ب ماينس 126، هتطلع الفراكشن سايز 1.96. فده الحل بتاع اللي تشارت في حاله الالفا وبيتا ريشيو يساوي 2. ده اكزامبل تاني برضو بيقول عندي عايز ادي اكسلريتد فراكشنيشن، هيبقى الاكسلريتد فراكشنيشن ده فيه 40 جلسه بس، هدي توايس اداي بس، مش هدي ثلاثه زي السكيدول اللي فات، هدي جلستين بس في اليوم لمده 4 اسابيع، وعايزهم يبقوا ايكويفالنت ل 60 جراي ان 30 فراكشنز ان 6 ويكس. فطبعا ال برضو هنا بنستخدم الفا اوفر بيتا ريشيو بيساوي 10، وهنا بقى ابتدينا نستخدم التي كي. انا هنا بحسبها لتيومر الريبوبوليشن بتاعه مش هيبتدي ان داي زيرو، ابتدى بعد 28 يوم، الكيك اوف تايم بتاعه 28 يوم. فهربق هنا تي كي بتساوي 28 والكي 0.6 بي اي دي يونت بير داي. هنحسبها برضو مره للتيومر بالبارامترز دي ومره للليت ريسبوندنج تيشوز، وهنستخدم الالفا اوفر بيتا ب 2.5، وهنا مش هيكون في ريبوبوليشن فهتبقى الكي بزيرو. هنشوف الحل برضو بنفس الطريقه لو تحبوا انتوا تحلوا برضو ونبص عليها سوا. اهو دي البارامترز بتاعتكم، فشوفوا هتحاولوا تحلوها ازاي. انا عايزكم تحلوا بايديكم يا جماعه عشان مش بعد ما نخرج ننسى، لو حليناها مره او مرتين بايدينا هنفضل فاكرينها على طول. فياريت برضو نجرب كده نحل بايدينا ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا اللي هيحصل كل خير يعني. طبعا يا جماعه الكلام ده كله احنا هيبقى له ابلكيشن تاني بعد شويه في حاجه اسمها الكوركشن اوف تريتمنت انترابشن. احتمال كبير جدا النهارده ما نلحقش نقول نتكلم عن التريتمنت انترابشن دوت، واحنا حجزنا لكم له الساعه بعد 5 غالبا مش هنلحق، فانما حجزنا يعني سيشن في المؤتمر الجاي بتاع الدكتور هشام الغزالي ان شاء الله هنقول فيه الحته بتاعه التريتمنت انترابشن، وهيكون كل الكلام اللي احنا كلمناه في اللي فات ده كله هنطبقه في التريتمنت انترابشن. لو العيان في وسط الجلسات قطع اسبوع او اسبوعين او جهاز باظ مني اسبوع او اتنين او كل الحاجات دي، ازاي نحل المشكله ديت كلها هنشوفها في المانجمنت اوف تريتمنت انترابشن، وهنستخدم فيه كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في اثناء المحاضره النهارده كلها. ها حد حل حاجه في الاكزامبل دوت؟ طيب سميه انا عارف ان انت مستوعباها يعني. ها ننقل على حاجه جديده لان احنا في عندنا لسه موضوع مهم جديد قوي ما اتكلمناش فيه خالص لسه، موضوع مهم قوي قوي.
طيب ال ال طبعا هو الحل بالظبط زي الاكزامبلز اللي فاتت، ان احنا هنعوض في معادله الايزو افكتيف دي، بس هيكون الفرق ما بينها وما بين الايكويشن اللي في ال او الاكزامبل اللي فات ان هنا التايم فاكتور هيكون موجود وهيكون في تي كي، والتي كي هنا هتكون ب 28 يوم، انما الطرف الثاني دوت هو اللي مش هيكون فيه مش هيكون فيه اي تايم فاكتور. هنا بصوا يا جماعه خدتوا بالكم من حاجه ولا مش عارف خدتوا بالكم هنا ولا لا، ان انا هنا حطيت التايم فاكتور في الطرف الاولاني بتاع الكونفنشنال اللي هو كان 30 فراكشن في 6 اسابيع اللي هو كنت عديت فيه التي كي. خدوا بالكم يا جماعه من النقطه دي، اتس فيري تريكي. انا عندي قلت ان التي كي ب 28 يوم، ففي الطرف الاولاني هنا استخدمت التي كي هنا في الاكويشن بتاعتي، لان العيان عالجته في كام يوم؟ في 6 اسابيع، فانا عديت التي كي فابتدى ريبوبليشن. انما الطرف الثاني اللي هو الاكسلريتد ما عدتش ال 28 يوم، انا عالجته ان 26 دايز، 4 اسابيع. الاربع اسابيع عندنا لما هنشيل اخر ويك اند هتبقى 26 يوم، ماشي؟ يبقى انا حتى ما وصلتش للتي كي، ما وصلتش للريبوبليشن، فهنا الطرف الثاني ده مش هيكون فيه تايم فاكتور. فانا سويت طرفين ببعض، واحد فيه تايم فاكتور وواحد ما فيهوش تايم فاكتور. واخدين بالكم التريك ديت يا جماعه؟ بعد كده هنا هنوصل في الاخر الى ان الايكويشن هتكون بالشكل المعتاد اللي احنا بنحوله كل مره، بنحول الايزو افكت ديت لكوادراتيك ايكويشن، وبعدين ناخد الالجبريك كوادراتيك ايكويشن دي نحلها بالمعادله بتاعه الروت سكوير دي، وهنوصل في الاخر الى ان دي 2 هتبقى ب 1.4. اوكي، هنا نفس الاكزامبل هعمله للليت ريسبوندنج تيشوز اللي هي الفا اوفر بيتا بتاعتها ب 2.5. انما قبل ما اقول ان الفا اوفر بيتا بتاعتها ب 2.5 اقول كمان ايه؟ اقول ان there is no time factor، لان انا بتكلم على late responding tissue مش بيعمل repopulation، فمش هيكون فيه time factor. اوكي، فهتبقى هي ديت الايكويشن بتاعتنا الايزو افكتيف ايكويشن، هنحولها برضو لكوادراتيك ايكويشن بالشكل دوت، وبعدين نحلها بالمعادله الجبريه العاديه دي خالص اللي هي اكس سكوير ديت هتتحول هنحلها بالشكل اللي بتاع روت سكوير ده، هنوصل في الاخر لان الدي هتبقى ب 1.63 جراي. اوكي، خدنا بالنا من اللي من يعني كلها بنتكلم على معادله لينير كوادراتيك والتايم فاكتور، بس كل واحده اتحلت بطريقه، مره في تايم فاكتور، مره ما فيش تايم فاكتور، مره في تي كي ومره ما فيش تي كي. فخلوا بالكم من التريكس دي عشان واحنا بنحسب في الكلينيك ممكن تعمل معانا فرق كبير جدا وتبقى في ايرور كبير على العيان. اوكي، طيب هنا بقى في هنخش على موضوع برضو لسه ابلكيشن من الابلكيشنز بتاعه اللينير كوادراتيك موديل، بس الموضوع بيحصل لنا في الديلي كلينيك بشكل كبير جدا بيحصل، وما بنعرفش نحله ازاي. بنحله بالوايم، عيان وانا جيت اعالجه عالجته بدوس غلط، قعدت كام جلسه كده، جلستين ثلاثه اربعه، اديله جرعه غلط، وبعدين اكتشفنا ان في جرعه غلط، فنقول خلاص يا عم نقص له جرعتين، نقص له ثلاثه بالوايم كده نحل المشكله. لا، الكلام ده مفيش حاجه اسمها بالوايم في الراديو ثيرابي. فاحنا هنشوف ايه الطريقه الصح اللي لما يحصل ايرور عندنا واحنا بنشتغل نعالجها ازاي، وندي للعيان برضو الاكزاكت افكت. مش هدي الاكزاكت دوز بقى، لا، انا غلطت في الدوز وصلحتها، فديت له دوز مختلفه،
انما هديله نفس الافكت، وهو ده اللي يهمني. انا ما يهمنيش الدوز قد ايه اللي خدها العيان، انا اللي يهمني ان هو يوصل للافكت اللي انا عايزه. يا اما ان انا ادي الاراديكيشن دوز للتيومر، يا اما ان انا ما عنديش التولرانس بتاع السنسيتيف او الكريتيكال اورجانز. فهو ده اللي يهمني اهم من الدوز، الدوز هي اللي هتوصلني لحاجه من الاثنين دول. اوكي تكمل ولا نعم؟ طيب الدكتورة سمية طيب هتبقى معاكم في الجزء ده؟ Correction of fraction size error. يعني ايه المقصود الايرور في الفراكشن سايز؟ هو ان اللي تبقى البريسكريبشن مثلا هندي 300 في 10 زي ما احنا متعودين العادي يعني، وجي في الابلكيشن بقى جه العيان خد 200 ما خدش 300 لمده 3 4 جلسات. طيب احنا عايزين نحسب ازاي نعمل يعني نعوض الجاب دي، ازاي نعوض الايرور دي بحيث ان احنا ندي او يبقى الاند بوينت نفس البيولوجيكال افكت بتاع 300 في 10. عندنا جونيور 2004 شود هاب تو كالكوليت ذا دوز بير فراكشن. هو يعني افترض اسامبشن معين وقانون، وهو ده اللي احنا هنمشي عليه ونحل بيه المشكله. هي شود تو كالكوليت ذا دوز بير فراكشن يوز تو برينج ذا تريتمنت باك اكزاكتلي از بلاند تولرانس سيمولتينيسلي فور اول تيشو اند تيومر انفولفد following easier hyperfractionated or hypofractionated error made initially without the need to know any of alpha over beta value. يعني هو حط الاسامبشن ده وقال ان احنا نقدر نعمل بيه الكوريكشن من غير ما نحتاج الفاليو بتاع الفا اوفر بيتا. طيب هو قال لو عندنا لو كان ال يعني المستيك جت في ان احنا ادينا هايبر دوز، لو كان في لو البلاند توتال دوز كان دي بي فور جراي ات دي بي جراي بير فراكشن ديو تو ان ايرور الفيرست دي اي جراي ووز ديليفرد ات دوز فراكشن دي اي جراي، يعني بدل ما هي دي بي بقت دي اي، دي المستيك دي ايرور يعني. ذا كورس شود بي كومبليتد ويز دوز سي اللي هي الدوز كوركتد ديليفرد ات دي سي بير جراي فراكشن. So DC اللي هي D corrected يعني will be DB minus DE. D prescribed minus D اللي حصل فيها error. يبقى أنا الهدف بتاعي دلوقتي أطلع الدوز اللي هعمل بيها correction للمستيك دي. So DC اللي هي الدوز بالفراكشن will be DB D capital B اللي هي total dose prescribed يعني في الدوز بالفراكشن اللي هي دي سمول بي ماينس دي اي دي دي كابيتال اي دي سمول اي الايرور يعني اوفر او ديفايدد باي دي بي ماينس دي اي. دي المعادله اللي افترضها وحلنا بيها المشكله. نوت ذات ذا توتال دوز ان is unchanged يعني التوتال دوز مش هتتغير، البريسكرايب دوز هي ما اتغيرتش. انا بعمل سبستيتيوت بالجزء يعني انا التوتال دوز ال 30 هتفضل 30، انا مش يعني التوتال دوز انا هصلح الايرور باني اعوض المستيك اللي حصل سواء كان اقل او اكتر بايه، بان الدي بريسكرايبد ايكوال دي اي بلس دي كوركتد. The solution is independent of the alpha over beta value of the tissue involved, which is why the effect on post tumor and normal tissue are the same as originally planned.
لاني ما بدخلش فاكتور الفا اوفر بيتا ولا بحطه للتيومر ولا بحطه للستراكشر الكريتيكال ستراكشر، فانا مش هغير الايفكت البيولوجيكال ايفكت لا على التيومر ولا على الكريتيكال ستراكشر. The overall treatment time is the same as originally planned. زي ما هو. Example 1. If a patient is planned to receive 30 daily fraction of 1.8 gray. But due to an error, the first 5 fractions are delivered at 2 gray per fraction, not 1.8 per fraction. How can I treat, how can the treatment continue so as to the result is the same effect on tumor and on normal tissue as originally planned? According to the equation 1, the remainder of the treatment should be delivered at a dose per fraction, اللي هي DC, decorrected, given by this equation. طبعا كل الفاكتورز دي انا عارفاها، دي البرسكرايب دوز الاوريجينالي والدوز بالفراكشن بي عندي، التوتال دوز الايرور عندي برضو، لو فرضنا ان العيان خد بالغلط 5 جلسات دوز اقل، فيبقى عندي دي اي ودي دي كابيتال اي دي سمول اي ديفايدد باي دي بي ماينس دي اي. في الايكويشن هنا في الاكزامبل ده قصدي، انا عندي الدي البريسكرايب دوز الفيرست الاوريجينال يعني كانت 54 جراي، والدي الدوز بالفراكشن كانت 1.8. الايرور حصل الدي التوتال ايرور كان 10 جراي، لان اديت العيان دي اي هي الايرور الدوز بالفراكشن الغلط، اديت 2 بدل ما ادي 1.8، يبقى الحل هيكون الدي كوركتد هتبقى based on this equation 54 multiply 1.8 زي ما انتم شايفين ال end point هتبقى 1.75. يبقى انا الخمس جلسات الباقيين هدي 1.75 عشان احقق البيولوجيكال effect بتاع 30 جراي في 10 جلسات. So the remaining 44 gray has to be delivered in 44 over 1.75 equal 25.1 fraction. Since we can't deliver 0.1 of fraction زي ما قلنا قبل كده ما فيش يعني تقريب، يبقى 25 fraction of 44 over 25 هندي 1.76 gray should be used. The total dose 5 multiply 2 plus 1.76 multiply 25 يبقى 4. يبقى دي البرسكرايب دوز الاصلي 54، انا ما اتغيرتش، انا بعمل تشيك ان انا البرسكرايب دوز ما حصلش فيها اي تغيير. التوتال دوز ريمينز از بلاند ات 54 جرام. Example 2, a patient is planned to receive 10 daily fraction of 3 gray, but due to an error, the first 2 fraction, مش 5 زي المرة اللي فاتت, are delivered at 2 gray per fraction. How can the treatment continue so as to result in the same effect on tumor and the normal tissues as originally planned? الايكويشن اللي احنا بنشتغل بيها دي سي ايكوال دي بي ذا سيم ايكويشن، وادي الفاريبلز كلها عندي، عندي دي بي 30 دي سمول بي 3 دي كوركتد 4 لان هو الغلط حصل في جلستين فيبقى 4 دي اي 2 سو ذا دي سي دي كوركتد هتبقى 3.15 جراي، يعني 8 جلسات الباقيين هيكونوا 3.15. Solution. The remaining is 26 gray has to be delivered in 26 over 3.15 يعني 8.25 fraction. ما عنديش أجزاء من الفراكشن، ما عنديش يعني مش بقرب، فهيبقى عندي we can deliver 0.7 of fractions. So 8 fractions of 26 هقسمها على 8 fraction مش 7
هيبقى التوتال دوز عندي هتبقى 30 جراي، ذا توتال دوز ريمين اس بلاند اس 30 جراي. اكزامبل 3، ا بيشنت، ممكن نكتب ده بقى وتطبقه واجيب لكم المعادله وتعملوا ابلاي ولا ايه؟ يلا. ا بيشنت از بلاند، ايه يعني البيشنت 35 في 2 جراي بير فراكشن with 5 fraction per week to an overall time of 7 weeks. By error, the treatments on each of the first 2 days are given as 4 gray per fraction. يعني ما خدش 2 خد 400، ما خدش 2 خد 4. What is the dose per fraction? It corrected طبعا. That should be given in the remainder of the treatment to exactly compensate for the initial error. هنرجع للمعادلة ولا كتبت المعادلة دي سي بتساوي دي بي. مش بيتحرك. يلا يا جماعة عشان الساعة 5:30 بالظبط هيطفوا علينا النور. هي دي كانت دي ولا هي؟ لا مش دي صح؟ لا اللي قبلها بقى متهيألي كان 35 multiply 2. طب لا اطلعي كمان يعني ارجعي. برضو الاكزامبل اللي قبليه، ايوه دي اكزامبل 3 تمام كده. عندنا اهو خلاص يا جماعة حليته. كام؟ دي انزلي بقى لو سمحتي هاتلنا الحل. مش شغال؟ لا 1.74. برافو تمام. شفت اسمك ايه بقى؟ تمام يا محمد الحمد لله طلعتوها كلكم كده. شفت المعادلة سهلة صح؟ بصوا يا جماعة أنا بس عايز أقول حاجة هنا. المعادلة ديت انتوا لو تاخدوا بالكم هنا من المعادلة مفيش عندنا الفا اوفر بيتا ريشيو خالص. فلاول وهلة كده هتقولوا الله طب ايه ده علاقته باللينير كوادراتيك موديل؟ المعادلة دي استنتجت من اللينير كوادراتيك موديل، بس ذكاء الاوثر اللي عمل المعادلة دي اللي هو جوينر اللي هو اللي مؤلف الكتاب اللي هو بتاع بيزك راديو بيولوجي دوت قدر ان هو يطير الالفا اوفر بيتا ريشيو من الايكويشن. يعني انتوا لو قريتوا البيبر الاصليه بتاع اللي جاي منها الايكويشن دي هتلاقي ان هو خد الالفا اوفر بيتا ريشيو يعني او خد المعادله اللي فيها الفا اوفر بيتا ريشيو وسواهم ببعض يعني وقدر يستنتج منهم المعادله دي من غير ما تظهر فيها الفا اوفر بيتا ريشيو. وده سهوله الكوركشن ده ان هو مفهوم مش هتستخدمي فيه اي بارامترز معقده زي كل الاكزامبلز اللي فاتوا. لا في عندك كي فاليو ولا تي كي ولا الفا اوفر بيتا ولا اي حاجه، مجرد الدوزز اللي خدها العيان بتصلحي منها او بتعملها كوركشن وخلاص. في اكزامبلز بعد كده في بس بعد كده لو نيكست لو سمحت. هنا برضو طبعا بنركز طبعا في الكلام في الاخر على ان لازم اي انترفراكشن تايم يبقى يعني المعادله ديت
مشروطة بأن يكون في فول ريبير، حصل فول ريبير في الانترفراكشن تايم، وبالتالي لازم معنا كده ان لازم يكون في اتليست 8 اورز انترفراكشن تايم. هو الراجل هنا ده بقى متفق معايا انا وقايل ان هي 8، اغلب الاذر اوثرز بيكتبوا 6، بس هو هنا ده انا بحبه جدا عشان قال 8 زي ما انا بقول يعني. يعني ما ينفعش تطبيقها لو كان العيان بياخد جلستين في اليوم، لازم يكون الكونفنشنال فراكشنيشن كل يوم جلسه. نيكست. لا اتفوتي واحده، دي بتاعه الجاي خلاص كده. يبقى احنا ايه هنبتدي في المانجمنت اوف تريتمنت انترابشن، والحياه دي عايزه 3 أو 4 ساعات لوحدها، فهنضطر ناجلها ليناير وعليكم خير، وهنكتفي باللي احنا قلناه النهارده. بس احنا عندنا 5 أو 10 دقايق، عندنا وقت قد ايه يا دكتور اسماعيل؟ خمس دقايق. لو حد عنده سؤال يا جماعه، 10 دقايق ممكن لو في اي اسئله او اي حاجه. هما الجماعه دولت متفقين معانا ان هما هيطردونا وهيطفوا النور علينا الساعه 5:30، فالحقوا لو لكم اسئله عايزين تسالوه. ايوه دكتور كريم. الله، ها في اسئله؟ الحمد لله معانا دكاتره وما ضربونيش النهارده، انا عارف ان هما بيكرهوا الرياضه عامه يعني، فالحمد لله ان ما اتضربتش النهارده. مفيش اسئله خالص. طب يعني انتوا حاسين ان الكلام دوت ممكن نقدر نطبقه بعد كده في الكلينيك بسهوله ان شاء الله؟ ان شاء الله. طيب شكرا يا جماعه كل على حضوركم، والف شكر ليكم. شكرا للدكتوره سميه وللدكتور محمد صابر على حضورهم معانا النهارده.